قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا زالت النصائح من الإخوة تتوالى في تخليص وتجريد النية لله عز وجل في تعلم العلم، وهذه في الحقيقة من أعظم الوصايا التي تتكرر وتتوالى علينا كثيرا. وقد حضرني في هذا ما نظمه صاحب السبل السوية في فقه السنن المروية، حيث قال: وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي، وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها، ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لا تفقه المعني بالكلم، ولا الإمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم، ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نسر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر، هذا هو الثالث والرابع من المرفوعات، وجمع بينهما في باب واحد لتلازم الحاصل غالبا بين المبتدأ والخبر. المبتدأ يلزمه الخبر كثيرا، ومن غير الغالب كما هو معروف في المطولات أن يسد الفاعل مسد الخبر، لكن الغالب في أصل الكلام هو تلازم المبتدأ والخبر. المبتدأ مأخوذ من الابتداء، أو في اللغة الافتتاح، ومنه سمي مبتدأ. الشأن فيه مبتدأ به، كما قيل في قول مندوب إليه مبتدأ به، حذف الجار مجرور اختصارا توسعا فسكن الضمير. المبتدأ أصل مبتدأ به، ومسماه الاسم الذي يفتتح به الكلام، زيد قائما، زيد هذا الذي يعنون له في الاصطلاح بأنه مبتدأ. عرفه بقوله: المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم. المبتدأ في الاصطلاح عند النحاة اسم، إذن الحرف لا يكون مبتدأ والفعل لا يكون مبتدأ، كما الشأن في الفاعل، وهو من خواص أو خصائص الأسماء، خصائص الأسماء يعني علامة على الاسمية، فالفاعل علامة على الاسمية، المفعول به علامة على الاسمية، كذلك المبتدأ علامة على الاسمية، بخلاف الخبر. خلاف الخبر، المبتدأ اسم من عوامل سلم، اسم هذا أطلق المصنف هنا الاسم، حينئذ يشمل الصريح والمؤول به بالصريح، صريح الذي لا يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل، زيد قائم منطوق به زين نطقت به. وأما الصريح فهو كالشأن في الفاعل كما مر معنا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع خشوع قلوبهم. هنا كذلك قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم. أن تصوموا أن، وما دخلت على أولا قبل ذلك أن تصوموا خير، خير أن تصوموا يحتمل أنه كلام ليس مبتدأ، ليس من قبيل المبتدأ. لماذا جعلناه مبتدأ؟ لأنه قال خير، وخير هذا خبر حكما، وهو يستلزم محكوما عليه، والمحكوم عليه لا يكون إلا مبتدأ، فلزم من ذلك أن نجعل أن تصوموا مبتدأ. واضح هذا؟ أن تصوموا خير لكم، أن تصوموا. قد يقول قائل أن الأصل فيه أنه فعل وأنه باق على فعليته، لماذا نجعله مبتدأ؟ نقول لأن السياق هنا النظر في كلام خير، هذا خبر يعني حكم، ولا يحكم إلا على الأسماء، المحكوم عليه لا يكون إلا اسما، ولذلك لا يكون إلا فاعلا أو مبتدأ فقط، لا يكون إلا فاعلا أو مبتدأ، والفاعل لا يكون إلا اسما، والمبتدأ لا يكون إلا اسما، فلزم من ذلك أن المحكوم عليه لا يكون إلا اسما. إذن نقول: وأن تصوموا. لما قررنا هذه القاعدة حينئذ نأتي إلى التأويل، نقول: أن حرف مصدر على ما سبق، تصوموا فعل مضارع معصوم بأن، ونصبه ف
فتحة، ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، من الأمثلة خمسة. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر صيامكم صومكم خير لكم. إذن نقول هذا مبتدأ لكنه ليس مباشرة، لا ينطق به على أنه اسم، وإنما ينطق بالفعل والحرف الذي يؤول به، يعني حرف المصدر وهو أن، حينئذ نقول هذا اسم لكنه مؤول به بالصريح وليس اسم مباشرة. إذن اسم دخل فيه الصريح وغير الصريح وخرج بالاسم الفعل واو الحرف لا يكون مبتدأ البتة إذا قصد معناه، أما إذا قصد لفظه صح أن يكون ماذا؟ يكون مبتدأ. إذا قلت من حرف جر، من إشعرابه مبتدأ، من مبتدأ، كيف مبتدأ؟ ونحن نقول المبتدأ لا يكون إلا اسما، ومن حرف نقول قصد لفظه، قصد لفظه يعني لم يقصد معناه. متى يقصد معنى الحرف والفعل والاسم؟ إذا أدخل في جملة مفيدة، إذا أدخل في الكلام في جملة حين قصد معناه ويستلزم قصد اللفظي، لكن إذا نزع عن الجملة وأخبر عنه حينئذ لا يخبر إلا عن الأسماء. فنقول من حرف جر، ضرب فعل ماضي، ها ضرب مبتدأ، كيف مبتدأ وفعل؟ نقول قصد لفظه يعني صار اسما، هنا صار اسما، هذا في الإعراب لأنك أخبرت عنه. ضرب هذا مجرد لفظ لا معنى له، من مجرد لفظ لا معنى له، وهذا المراد بقوله قصد لفظه، ولذلك يجوز فيه الحكاية ويجوز فيه الصرف ويجوز فيه عدم الصرف، يقال من الحكاية ويقال من ومن، وكذلك ضرب وضرب يجوز فيه ذلك، وبعضهم جوز ضرب. إذن اسمه من عوامل سلم، يعني ما قال صاحب الأصل العاري عن العوامل اللفظية، وهذا المراد به بكون ماذا مبتدأ به، قلنا المراد به أنه مأخوذ من الابتداء وهو الافتتاح، يعني افتتح الناطق الكلام به زيد أول ما بدأ، ولو كان قبله كلام حينئذ يكون هذه الجملة مستقلة، أراد بها القطع عما قبله، حينئذ يقول الافتتاح هنا يدل على ماذا؟ على أنه قد ابتدأ وقصد الابتداء بهذا الاسم، حينئذ لا يكون مسبوقا بعامل، لا يكون مسبوقا بعامل. وهل كونه غير مسبوق بعامل مطلقا؟ الجواب لا، وإنما المراد به العوامل اللفظية. ومر معنا أن العامل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول عامل لفظي وهو ما للسان فيه حظ نطق، وعامل معنوي وهو ما ليس للسان فيه حظ، وهذا ليس فيه نطق، وهو محصور على الصحيح في اثنين لا ثالث لهما، الأول التجرد، ومر معنا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، والابتداء الذي معنا، الابتداء الذي معنا. ولذلك من عوامل سلم يعني عاريا من عوامل، والمراد بها العوامل اللفظية كما نص عليها هنا، حينئذ نقول العاري عن العوامل اللفظية، وعروه وتجرده عن العوامل جعله مفتتحا به، حينئذ يكون هو العامل فيه، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، رفعوا مبتدأ بالابتداء. ما هو الابتداء؟ هذا شيء معنوي، ولذلك عرفه بعضهم جعلوا الاسم أولا ليخبر عنه ثانيا، جعلوا الاسم أولا ليخبر عنه ثانيا، أو كون الاسم معرا عن العوامل اللفظية، هذا معنى الابتداء، كونه لم يسبقه عامل البتة، لكن المراد به العامل اللفظي. إذن قول اسم من عوامل بالتنوين للضرورة سالمة، يعني سالم من عارية لم يتقدم عليه عامل البتة، لفظية هذا نعت لعوامل لفظية احترازا عن المعنوية، فلم يسلم عن المعنوية، حينئذ بقي ماذا؟ بقي أن التجرد هنا عن الناصب والجازم قد دخل معنا، لو قيل بأنه سلم من عوامل اللفظية إذا لم يسلم من العوامل المعنوية فدخل التجرد عن الناصب والجازم، نقول كون الباب في المبتدأ والخبر والمعرف هو المبتدأ، حينئذ هذه قرينة واضحة بين تدل على أن المعنوي إنما قصد به الابتداء، وإلا قد يرد اعتراض بأن قوله من عوامل سلم لفظية بمعنى أنه لم يسلم من المعنوية، وكذلك من المعنوية ماذا؟ التجرد عن الناصب والجازم، نقول كون الباب هنا في المبتدأ والخبر حينئذ يكون معتبر وصار قيدا في الحد. لفظية لابد من تقييده بغير الزائدة، لأن المبتدأ قد يدخل عليه عامل لفظي لكنه يكون زائدا، ومر معنا المثال وهو
هل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ خالق هذا مبتدا، خالق هذا مبتدا. هل تجرد عن العامل لفظي؟ جوابنا لم يتجرد. كيف لم يتجرد؟ نحن نقول العادي عن العوامل اللفظية، نقول العوامل اللفظية نوعان، حقيقية وزائدة، والشرط في المبتدا أن يخلو عن العوامل اللفظية غير الزائدة، وأما الزائدة فهذا قد يدخل على المبتدا. ولذلك قولهم بحسبك درهم، بحسبك درهم، درهم هذا خبر، بحسبك هذا مبتدا، والبحر جر زائد. هل من خالق؟ خالق مبتدا مرفوع بالابتداء، ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. من خالق إلى الجر مجرور متعلق بماذا؟ نعم أحسنت، ليس له تعلق، هذا اختبار، ليس له تعلق. إذا قيل زائد حينئذ لا نحتاج أن نقول جار ومجرور متعلق بكذا، وإنما الحرف الأصلي هو الذي يحتاج إلى متعلق يتعلق به، وعند بعضهم كذلك الشبيه بالزائد. وأما الحرف الزائد، لأن حروف الجر ثلاثة، أصلي وحقيقي، أصلي وزائد، وشبيه به بالزائد، شبيه بالزائد مثل ربا ولعل التي مرة معنا. وأما الأصلي فهو الذي يحتاج إلى متعلق، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، هذا المراد به الأصلي. وأما الزائد هذا لا يحتاج إلى متعلق، بل لا يصح أن يكون متعلقا لشيء البتة. لماذا؟ لأنه لم يقصد معناه الأصلي، حينئذ كيف يكون حرف جر؟ ومر معنا أن حروف الجر هي التي تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، إذا لفظية غير الزائدة، وحينئذ تم الكلام في حد المبتدا، وهو برفع قد أسم، وهو أي المبتدا قد أسم برفع، قد أسم يعني علم برفع. وحينئذ الرفع قد يكون لفظيا، وقد يكون تقديريا، وقد يكون محليا، كالسابق الذي مر معنا في الفاعل، لفظي وتقديري ومحلي، سواء كان بحركة أو بحرف. زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع رفعه ضمة ظاهرة أخيرة، مرفوع بالابتداء. الزيداني قائما، الزيداني مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى، والنون عوضا تنوين اسم المفرد. الزيدون قائمون، الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر رفعه الواو نيابة عن الضمة، ها والنون عوضا تنوين اسم المفرد. إذن قد يكون بالضمة، وقد يكون بالألف، وقد يكون بالواو. الفتى قائم كذلك يكون مقدرا. إذن حكمه الرفع، حكمه الرفع. العامل فيه الابتداء، تجرد هذا في الفاعل، في الفعل، في الفعل. وأما في المبتدا نقول الابتداء. إذن عامل المعنوي اثنان لا ثالث لهما، وهما ماذا؟ الابتداء في باب المبتدا، والتجرد في باب الفعل المضارع المعرب مرفوع، وما عدا ذلك من التبعية والتوهم إلى آخره. نقول هذا والإضافة، نقول هذه ليست عوامل على الصحيح، هي معنوية عند بعضها، لكنها الصواب أنها ليست بعوامل. ثم قال وظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى، يعني قسم لك هنا المبتدا كما قسم لك فيما سبق الفاعل نائب الفاعل إلى الظاهر وإلى المضمر. وظاهرا يأتي، يأتي المبتدا حال كوني ظاهرا، ويأتي مضمرا، ظاهرا كالأمثلة السابقة، ويأتي مضمرا يعني ويأتي المبتدا حالة كونه مضمرا يعني ضميرا، وهي 12، اثنان للمتكلم وخمسة للغائب وخمسة للمخاطر، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتما أنتن وهي وهو وهي وهما وهم هن، هذه يسمى ماذا؟ يسمى ضميرا، وقد يقع مبتدا لعله معلوم عندكم. كالقول يستقبح وهو مفترى، القول يستقبح هذا مثال الأول الظاهر، وهو مفترى هذا مثال للثاني وهو المضمر. القول كالقول كقولك، القول مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره. يستقبح فعل مغير الصيغة، فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع ضمة الظاهر على آخره، رافعه التجرد. يستقبح هو نائب فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. وهو مفترى، هو ضمير مبني على الفتح محل رفع مبتدا مفترى، هذا خبر، هذا خبر. إذن الشاهد هنا قوله القول، والشاهد كذلك بقوله وهو مفترى، وهو مفترى. والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، لما عرف لك المبتدا عرف ما يقابله،
أو الحكم الخبر. خبر قال هنا الاسم، بعض النسخ الجزء ولا إشكال فيه. والخبر الاسم الذي قد أسند إليه، عرفنا الإسناد ماذا؟ أنه نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. الإسناد هذا تعرف لابد من حفظه، نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، نسبة نسبة، إذن إضافة أو ارتباط، هذا المراد بالنسبة هنا، إضافة وارتباط، علاقة بين شيئين علاقة بين شيئين، نسبة حكم إلى اسم. الحكم المراد به هنا في مقام النحو المراد به الفعل والخبر، المراد به هنا الفعل والخبر، والمراد بالاسم المبتدأ والفاعل، المبتدأ والفاعل. بالمثال قام زيد، قام زيد هنا نسبة وهي إضافة، علاقة بين القيام وزيد، كونه أحدث القيام. أين الحكم؟ قام. أين المحكوم عليه؟ زيد. إذن نسبة حكم إلى اسم، أضفت الحكم إلى الاسم وهو الفاعل، حينئذ الحكم هذا الفعل وزيد هو هو الفاعل. زيد قائم، زيد نسبة حكم إلى اسم، نسبت القيام إلى زيد، نسبت القيام إلى زيد، أضفته إليه، إذن نسبة حكم إلى الاسم. لكن ينتبه هنا إلى أن المراد ليس نسبة اللفظ وإنما مضمون الخبر. حينئذ تقول نسبت زيد، زيد قائم، أضفت مضمون قائم وهو القيام، ليس قائم لأنه لفظ لا ينسب إلى لفظه وإنما معناه هو الذي ثبت إلى زيد، ثبت إلى زيد. حينئذ نقول إضافة نسبة حكم الاسم سلبا أو إيجابا، يعني في الإثبات وفي النفي. قال هنا الاسم، الخبر هو الاسم، هل يشمل الصريح؟ الغالب في الخبر أنه صريح إذا جاء اسما، وقد يأتي ماذا؟ قد يأتي مؤولا بالصريح وهو قليل جدا. مثل لهم بعضهم بقول الخير أن تحسن إلى الغير، الخير إحسانك إلى الغير، أن تحسن أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر، حينئذ يعرب ماذا؟ يعرب خبرا. أين مبتدأه؟ الخير، الخير أن تحسن إلى الغير. إذن قد يأتي مؤولا به بالصريح، وإن كان الغالب هو ماذا؟ هو أن يأتي صريحا، هذا إذا جاء اسما. وإلا الصواب أن الجملة الفعلية إذا وقعت خبرا فهي في قوة الاسم، وماذا؟ وكذلك الجملة الاسمية إذا وقعت خبرا فهي في قوة المفرد، الاسم المفرد. الذي قد أسند الألف للإطلاق إليه، أسند إلى ماذا؟ أسند إلى المبتدأ وحمل عليه وتم الكلام به. إذن ما هو الخبر؟ هو الاسم الذي قد أسند وأضيف إلى المبتدأ فتم الكلام به، تم الكلام به. حكمه قال وارتفاعه الزم أبدا، الزم أبدا ارتفاعه، يعني ارتفاع الخبر، حينئذ يكون الخبر مرفوعا كالشأن في المبتدأ، كالشأن في كل منهما مرفوع، إلا أن العامل في المبتدأ هو الابتداء والعامل في الخبر هو المبتدأ، رفعه مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ، حينئذ رفع ماذا؟ رفع المبتدأ الخبر مع كونه جامدا، لأن علة أو فلسفة العمل هو احتياج العامل للمعمول، ولا شك أن المبتدأ يحتاج يفتقر إلى ماذا؟ إلى الخبر. حينئذ الآن يقول زيد قائم، نحن نقول العامل هو الفعل وما في معناه، إذا المشتقات هذا هو الأصل. زيد جامد كيف يعمل؟ نقول علة وفلسفة العمل ما هي؟ هو كون العامل يفتقر ويحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يكمله، ما يكمل ويتمم معناه، حينئذ نقول لذلك يعمل فيما بعده. وهنا المبتدأ زيد وهو جامد، حينئذ عمل فيما بعده. وكذلك الشأن في ماذا؟ في المضاف، غلام زيد، زيد قلنا مجرور وجره يكون بالمضاف نفسه وهو جامد غلام، كيف عمل هو جامد؟ نقول لا شك في ذلك أن المضاف مفتقر إلى المضاف إليه، وإذا كان كذلك عمل فيه. هذا المراد بالعمل، أنه يحتاج إلى ما يكمل معناه، حينئذ يؤثر فيه ويكون التأثير على حسب موقعه من الإعراب. إذن وارتفاعه خرج المنصوب والمجرور فلا يكون خبرا بنفسهما، إلزم أبدا فلا يتغير البتة سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا. ثم قسم الخبر إلى قسمين فقالوا مفردا يأتي وغير مفرده، مفردا يأتي وغير مفرده، هذا الاصطلاح الثاني الذي مر معنا في المفرد. مر معنا المفرد هناك أرفع بضم مفرد الأسماء، أرفع بضم مفرد الأسماء، إذن الأسماء المفردة. المفرد هناك
ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة زيد ونحوه. هنا المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن يكون اللفظ واحدا وتتعدد الاصطلاحات، نقول هذا لا مشاحة فيه من الصلاح، سواء كان في الفن الواحد أو كان بين فنين. الغلط أن يفسر لفظ بما اصطلح عليه اللفظ نفسه بمعنى آخر في فن آخر، هذا يعتبر غلطا. ولذلك نخطئ كثيرا من النحاة الذين عبروا بأن المفرد في أول ما يذكر في تعريف الكلمة ونحوها بأنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا غلط، هذا غلط ليس بصواب، وإلى أكثر منه ابن هشام وغيره. لكن نقول هذا من تداخل الفنون، وقد نص بعض أهل العلم على ذلك، بأن المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا الصلاح المناطقة وليس بالصلاح النحاة، إنما النحاة المراد به عندهم الكلمة الواحدة أو الملفوظ بلفظ واحد كزيد وفاطمة ونحو ذلك. وأما ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا دخل فيه عبد الله، ولذلك التزم السيوطي والأشموني إلى آخره، التزموا بهذا بأنه مؤلف من كلمتين لكنه في قوة الكلمة الواحدة، وهذا تناقض لا أصل له. إذن المفرد له معنى هنا عندنا في باب الخبر، وله معنى آخر فيما مر في باب الإعراب. ومفردا يأتي الخبر حال كونه مفردا، قدم الحال دل على جواز تقدم الحال على عامله، ويأتي غير مفرد يعني معطوف على مفردة، حينئذ معطوف على منصوب. فأول نحو سعيد مهتدي، فأول الذي هو المفرد نحو سعيد مهتدي، سعيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، مهتدي هذا خبر مرفوع بالمبتدا وهو سعيد، مرفوع بالمبتدا ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، مهتدي قاضي ثقل، ليس التعذر. إذن هذا ليس بجملة ولا شبيها بالجملة، مهتدي مهتدي مهتد مهتد مهتدي، حينئذ نقول هذا ليس بجملة، ليس بجملة فعلية، وليس بجملة اسمية، وليس بجار ولا مجرور، وليس بظرف، حينئذ نقول هذا مفرد. فكل ما ليس بجملة اسمية ولا فعلية ولا ظرف ولا جار ومجرور حكمنا عليه بأنه مفرد. والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا. والثاني الذي يقابل المفرد وهو غير المفرد، أربعة أنواع على ما ذكره الناظم هنا، قل يعني في تعداده أربعة يعني أربعة أنواع أو أربعة أشياء. التنوين هذا عوض عن المضاف إليه، كالتنوين في كل وبعض عوض عن المضاف إليه، لأن التنوين إذا دخل العدد سبعة وخمسة وثلاثة فهذا تنوين عن المضاف إليه. قل أربعة يعني أربعة أشياء، مجرور هذا بدل مفصل من مجمل، قول أربعة مجرور يعني الجار مع المجرور، هذا من باب الاكتفاء والاختصار، وإلا ليس المجرور فقط إنما الجار مع المجرور وإن قيل به، لكن المشهور عند الجمهور أن ماذا؟ أن الجار والمجرور معا وتعلق بمحذوف يكون خبرا عن المبتدا وليس المجرور فقط. مررت نعم تقول زيد في الدار زيد مبتدا وفي الدار في الدار، هل كلا اللفظين في والدار متعلقة بمحذوف خبر أو الدار فقط؟ قل لا، كلا اللفظين، ولذلك ليس هو عين الخبر، وإنما الخبر هو المحذوف، وإنما هذا يعتبر مكملا للخبر، وإنما سمي خبرا باعتبار ماذا؟ باعتبار النطق فحسب، وإلا أن الذي يكون خبرا هو المحذوف. ولذلك هنا نقول زيد في الدار يعني زيد استقر أو مستقر في الدار، مستقر هو الخبر واستقر هو الخبر، هذا أو ذاك. في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، ولذلك هذا الإعراب الدقيق، لا نقول في الدار خبر المبتدا إلا باب الاختصار، وإنما نقول في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، ذلك المحذوف هو الخبر وهذا متمم له. ولذلك لو صرحت به قلت زيد واثق بك أو زيد كائن أو مستقر في الدار، صرحت به مثلا
حينئذ زيد مبتدا مستقر او ثابت نحو ذلك، هذا خبر في الدال متعلق به، فلا فرق بين اللفظين، لا فرق بين اللفظين. اذا مجرور نحو العقوبه لمن يجور، عقوبه مبتدا لمن يجور، اللام حرف جر، من هذا اسم موصول معنى الذي، يعني الذي يجور، ويجور الجمله من الفعل وفاعله صله الموصول، صلته الموصول للذي يجور، يجور هو، فعاد على من، حينئذ نكون ماذا عائدا على من، وهو الرابط بين الموصول مع صلته. الجار والمجرور هنا الشاهد، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر، العقوبة كائنة، كائنة لمن يجور، ومر معنى أن من الموصولة مع صلته بقوة المشتق. طبق إذن لمن، ها العقوبة للجائر، للجائر وهكذا. إذا مجرور شرط كون المجرور خبرا أن يكون تاما لا ناقصا، أن يكون تاما بمعنى أنه يكتفى به. إذا قلت زيد في الدار، إذا حصلت الفائدة التامة للمستمع أو لا؟ حصلت الفائدة التامة. زيد بك، زيد بك، عشان كلام هذا ليس له معنى، زيد واثق بك، راغب بك إلى آخره، حينئذ نقول بك هذا جار مجرور ناقص ليس بتام، لأنه لا تحصل به الفائدة التامة باعتبار المخاطب السامع المستمع، وإنما زيد في الدار حصلت الفائدة. إذن يشترط في الجار المجرور يشترط في الجار المجرور أن يكون ماذا؟ أن يكون تاما، والمراد بالتام ما يفهم معناه بدون متعلقه، نحو زيد في الدار، بخلاف الناقص وهو ما لا يفهم معناه بدون متعلقه نحو زيد بك، حيث لا يفهم معناه إلا بذكر متعلقه نحو زيد واثق بك، هذا الأول. والظرف نحو الخير عند أهلنا، والظرف، والظرف سيأتي تعريفه في باب مختص به، سواء كان زمانيا أو مكانيا، حينئذ يقع ماذا؟ يقع خبرا، يقع خبرا، الخير عند أهلنا، الخير مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، عند هذا منصوب على الظرفية، ها وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، عند هذا ظرف مكان، ظرف مكان منصوب على الظرفية، العامل فيه ما هو؟ العامل فيه ما هو؟ هو المحذوف، قلنا الجار المجرور والظرف هنا في هذا المقام لا بد لهما من متعلق، هو مطلقا لكن نحن نقيد بما معنا، الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من متعلق يتعلق به، لماذا؟ لأنه في نفسه لا يتم المعنى به البتة، فلا بد أن يتعلق بشيء، فكما تعلق في الدار بمحذوف سواء كان مفردا أو جملة على تفصيل عندهم، كذلك الظرف يتعلق به بمحذوف، الخير كائن عند أهلنا، موجود حاصل إلى آخره، مستقر استقر عند أهلنا، حينئذ عند أهلنا عند مضاف، وأهلي مضاف إليه، وأهل مضاف ونا مضاف إليه، وحينئذ نقول هذا ظرف متعلق محذوف، هو الخبر، هو الخبر. الثالث قال والفعل مع فاعله، يعني الجملة الفعلية، جملة الفعلية تقع خبرا عن المبتدا، تقع خبرا عن المبتدا، كقولنا زيد أتى، كقولنا زيد أتى، والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، يعني الجمل يقع الخبر جملة، ثم قد تكون هذه الجملة فعلية وقد تكون هذه الجملة اسمية. زيد أتى، زيد مبتدا، أتى هو زيد، أتى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، إعراب أتى فقط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد. الجملة من المبتدا من الفعل وفاعله في محل رفع، إذن الجملة في محل، وأما أتى وحده هذا لا محل له من الإعراب، انتبه لهذا لا تخلط. حينئذ نقول هنا الجملة وقعت ماذا؟ وقعت خبرا عن المبتدا، وهذا محل وفاق بينهم، لكن يشترط في الجملة إذا وقعت خبرا سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية أن تشتمل على رابط، لابد من رابط، لأن الأصل في المبتدا والخبر أنه ماذا؟ أنهم أجنبيان، هذا أجنبي وهذا أجنبي، لابد من رابط بينهما، زيد أبوك، لابد أن يكون، لا ليس في الله، زيد قام أبوه، قام أبوه، لو قيل قام أبوه
حينئذ لا يفهم منه أنه هو زيد، فلا بد من ماذا؟ لا بد من رابط يربط بين الجملتين، بين الكلمتين. حينئذ اشترط في الخبر إذا وقع جملة أن يشتمل على رابط يربطها بالمبتدا، والأصل في الرابط أن يكون ضميرا، يكون ضمير. زيد أتى هو، هو يعتبر ضمير، يعتبر ضمير. وفي الجملة الاسمية كذلك، زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ أول. ها قد يتعدد المبتدأ، قد يكون ثم تداخل بين الجمل، قد يكون مبتدأ أول وثاني وثالث ورابع، لا إشكال فيه. زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، أبوه مبتدأ ثاني مرفوع بالابتداء ورفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه الأسماء الستة. أبو مضاف الضمير، ها مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. طيب أبوه ها قائم، قائم خبر المبتدأ الثاني مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، والعامل فيه أبوه. الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الثاني. حينئذ نرد السؤال الأول، حينئذ نرد السؤال، ما العلاقة بين زيد وبين أبوه قائم؟ الضمير أبوه، لأنه في نية التكرار، هو نفسه يعود إلى زيد، كأنه قال زيد أبو زيد، هو نفسه كرره، أبوه جاء بالكناية، لأن هو هذا الأصل في لسان العرب. زيد أبوه قائم، العامل في قائم أبوه، والعامل في أبوه قائم ما هو؟ زيد الذي هو المبتدأ الأول، المبتدأ الأول. إذن الشرط هنا متحقق، وهو أن الضمير يعتبر ماذا؟ رابطا بين المبتدأ وخبره. كذلك اسم الإشارة، ولباس التقوى ذلك خير على قول، ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى، لباس التقوى هذا مبتدأ مضاف ومضاف إليه، نختصر، لباس التقوى ذلك خير، ذلك مبتدأ وخير خبره. إذن مبتدأ أول، مبتدأ ثاني خبر، والجملة خبر الأول. طيب ذلك خير، ما الرابط؟ ذلك، لأن المشار إليه في نية التكرار، هذا المراد، أنه يدخل في الجملة الثانية من جهة المعنى، أن يدخل من جهة المعنى، إما باسم الإشارة إذا أشرت إليه هو نفسه الذي نطقت به أولا. كذلك إعادة المبتدأ بلفظ الحاقة، ما الحاقة؟ الحاقة مبتدأ أول، ما اسم استفهام مبتدأ ثاني، الحاقة خبر الاستفهام، الجملة خبر الأول. إذن ما الذي حصل؟ ما الرابط؟ ها الحاقة، الحاقة عدته بنفسه. العموم في نحو نعمة زيد، نعم الرجل، زيد مبتدأ، نعم فعل ماضي، الرجل فاعله، والجملة خبر مبتدأ. أين الرابط؟ ها نعم الرجل، يعني جنس الرجل دخل فيه ماذا؟ دخل فيهم زيد. إذن الرابط هنا المشترك بين كل ماذا؟ أن يكون المبتدأ داخلا، إما بلفظه أو بمعناه، إما بلفظه الحاقة ما الحاقة، وإما بمعناه كالضمير واسم الإشارة كما سبق. إذن والفعل مع فاعله، يعني يكون خبرا عن المبتدأ، كقولنا زيد أتى، عرفنا الإعراب، والمبتدأ مع الخبر جملة اسمية، كقولهم زيد أبوه ذو بطر، زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، ذو بطر، ذو بطر يعني زهو ونعمة، وذو بطر هذا خبر أبوه، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره أبوه ذو بطر في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والعامل في أبوه ذو بطر هو زيد، والرابط هو الضمير، والرابط هو الضمير. إذن خلاصة ذلك أن الخبر يأتي مفردا ويأتي غير مفرد، غير مفرد، المفرد واضح ما ليس بجملة ولا شبيه به بالجملة، وغير المفرد هو الجار والمجرور والظرف بنوعيه الزمان والمكان على تفصيل بعض المسائل، ثم الجملة الفعلية، ثم الجملة الاسمية. من المسائل المهمة هنا أنه يشترط التطابق بين المبتدأ والخبر، لابد من التطابق في المبتدأ والخبر. زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، أما زيد قائمان، الزيدون قائم، لا يصح هذا. لماذا؟ لانتفاء التطابق بين النوعين. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كان وأخواتها، هذا شروع منه كصاحب الأصل فيما يسميه النحاة بالنواسخ، النواسخ لحكم المبتدأ والخبر، نواسخ جمع ناسخ،
أو في اللغة مأخوذ من النسخ اسم فاعل بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وكذلك هنا مزيل فيه نوع إزالة، لأنه مر معنا تقرير القاعدة أن المبتدأ مرفوع والخبر منصوب، قد يدخل عامل ينسخ هذا فيزيل الرفع إلى رفع آخر أو يزيل الرفع إلى نصب، سواء كان الأول أو الثاني، ينسخ الرفع إلى نصب، وهذا واضح ظاهر، ينسخ الرفع إلى رفع آخر إلى رفع. إذن معنى النسخ هنا موجود، صلاحا ما يرفع حكم المبتدا والخبر، ما يرفع حكم المبتدا والخبر. والنواسخ ثلاثة على المشهور، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، هذه كلها نواسخ. والنواسخ قسمان، أفعال وحروف، يعني منها ما هو حرف ومنها ما هو فعل. وهنا باب كان وأخواتها، هذه كلها أفعال باتفاق إلا ليس، لا ليس، كلها أفعال باتفاق إلا ليس، فالجمهور على أنها فعل وقيل حرف، وقول الفارسي وقول مرجوح، الصواب أنها فعل، لست عليهم، دخلت عليه تاء الفاعل، دل ذلك على أنها فعل، لأن تاء الفاعل لا تتصل إلا بتاء فعلت وأتت، حينئذ نقول هذا من علامات الأفعال، علامات الأفعال، فالصواب أن كان وأخواتها كلها أفعال، والمختلف فيه هو ليس. باب كان وأخواتها، أي هذا باب بيان أحكام كان وأخواتها. أخواتها المراد بها الأخت هنا ماذا؟ النظير. أخواتها شقائق نحو ذلك، لا، المراد بها نظائرها في العمل. الأخوة هنا من حيث المعنى نعم من حيث المعنى والعمل. باب كان وأخواتها، باب كان وأخواتها، كان هي أم الباب، اختصاصها بمزيد أحكام تحذف مع اسمها وبعد إن ولو شرطيتين إلى آخر ما يذكر النحاة في المطولات. باب كان وأخواته، قال هنا: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، كان وأمس، ظل، بات، أصبح، أضحى، وصار، ليس، مع، مبرح، ما زال، من، فك، وما، فتئ، ما، دام، وما، منها تصرف حكما له. حينئذ نقول هذا شروع منه في بيان الحكم ثم في بيان التعداد. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال، إذن الاسم المراد به هنا ماذا؟ المبتدأ، لأن هذه من خصائص المبتدأ، لا تدخل إلا على الجملة الاسمية المفتتحة بالمبتدأ والذي يحكم عليها به بالخبر. قال: ورفعك الاسم، رفعك إن أنت، رفعك أنت الاسم، حينئذ الاسم شعراب هنا، رفع بالرفع صحيح، رفع هذا مبتدأ، حكم هذا خبره، رفعك مبتدأ حكم هذا خبره، حينئذ رفعك مصدر مضاف إلى فاعله، لأن الذي يرفع هو أنت، والاسم هذا مرفوع. ورفعك الاسم ونصبك الخبر، أما نصبك الخبر بكان وأخواتها محل وفاق، يعني أجمع البصريون والكوفيون على ذلك، وأما رافعك بها الاسم فهذا على مذهب البصريين، أما الكوفيون فيمنعون ذلك، وعندهم ماذا؟ أن الرفع لاسم كان على ما كان عليه قبل دخول كان، هذا ضعيف، لأنه يلزم منه أن يكون عندنا عامل ينصب ولا يرفع، وهذا لا وجود له، لا نظير له. وحمل القول على أو الترجيح على ما له نظير أولى من حمله على ما ليس له نظير. الحاصل أن قوله رفعك الاسم هذا على مذهب البصريين، وإن كان الأصل أنه على ينظم الأزرومية على مذهب الكوفيين. إذن كان وأخواتها ترفع الاسم على ترفع المبتدأ على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبر لها، بعد أن كان منصوبا، زيد قائم، كان زيد قائما، ماذا صنعت؟ أولا الجملة زيد قائم، فأدخلت عليه على المبتدأ كان، أثرت لأنها عامل لفظي، يعني نسخت الابتداء، هذا أولا. حينئذ الابتداء هنا لا أثر له، ذهب، زاد، وزيل بالعامل اللفظي، حينئذ المبتدأ الذي رفع بالابتداء زال الابتداء فزال أثره،
حينئذ صار العمل لأي شيء لكان، وهذا المذهب البصري وهو أصح. حينئذ نقلت أو غيرت أو أزالت الرفع الذي كان بالابتداء وأحدثت رفعا جديدا وهو بكان، ولا شك أنه أقوى ويقوي المعنى. كان زيد قائم، هذا الأصل، ثم لما أثرت في المبتدا رفعا أثرت في الخبر نصبا، وهذا لا إشكال في قائما بالنصب بعد أن كان مرفوعا. إذن كان نصبت الخبر على أنه خبر لها بعد أن رفعت المبتدا على أنه اسم لها. بهذه الأفعال حكم معتبر هذا العمل. كان وخواته من حيث العمل، عرفنا العمل، كان وخواتها 13 لفظا، لكن من حيث العمل تنقسم إلى 3 أقسام، قسم إلى 3 أقسام، لأنها ليست كلها تعمل بلا شرط، بعضها يشترط فيه شروط وبعضها لا يشترط فيه. الأول ما يرفع المبتدا وينصب الخبر بلا شرط، بلا شرط، وهذا هو الأصل لأنها أفعال، والفعل الأصل في العمل هو للأفعال، فيعمل بلا شرط، وهي 8: كان وأمسى وأصبح وظل وأضحى وبات وصار وليس. الثاني ما يعمل لكن بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه النفي، وهو 4 أشياء، وهو 4 أشياء التي نظمها بقوله مع ما برح ما زال من فك ما فتئ، هذه لا تعمل إلا بشرط، إلا بشرط. ما هو الشرط؟ أن يتقدم عليه نفي، يعني لا تكون مثبتة وإنما تكون ماذا؟ يعني من حيث الظاهر. حينئذ نقول لابد من تقدم ماذا؟ من تقدم النفي وشبه النفي، سواء كان ملفوظا به أو مقدرا. وشبه النفي المراد به الدعاء والنهي، دعاء والنهي، وهو 4 أفعال كما ذكرنا: زال، فتي، برح، انفك. ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، زال أخت كان كذلك. حينئذ نقول الإعراب الذي كان في كان زيد قائما يتوجه هنا كذلك. ولا يزالون مختلفين، لا نافية، يزالون فعل مضارع ناقص، لابد من الزيادة، لأنك لو لم تزد هذه الزيادة لالتبس، لأن هذا الفعل يطلب فاعلا وهو لا يطلب فاعلا، وإنما يطلب ماذا؟ يطلب اسما ويطلب خبرا. إذن يزالون فعل مضارع ناقص، وإن شئت تقول ناسخ مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كذلك. ورفع ماذا؟ ثبوت النون، نفس القواعد. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال. مختلفين هذا خبر يزال، خبر يزال ناصبه منصوب بالياء، ناصبه العامل يزال نفسه. إذن يزال رفع محلا للواو ونصب مختلفين، نصب مختلفين. إذن ولا يزالون مختلفين، هل تحقق الشرط في يزال؟ نقول نعم تحقق الشرط، وهو ماذا؟ تقدم النفي عليه. لن نبرح عليه عاكفين، لن حرف نفي ونصب استقبال، نبرح فعل مضارع ناقص، ها منصوب بلن ونصبه فتحة ظاهرة على أخير نبرح نحن، ها واسمه ضمير مستتر تقدير نحن، كم من عاكفين هذا خبر نبرح منصوب به ونصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، عاكفين عليه لن نبرح عليها، تحقق الشرط أو لا؟ نعم نبرح تقدم عليه لن وهي تفيد النفي. يا صاحي شمر أو صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت ونسيان ضلال مبين، صاحي شمر ولا تزل، ولا تزل شاهد، لا ناهية، لا ناهية يعني تلزم مع تلزم ما بعدها، ولا في النهي والدعاء التي مرت معنا، لا تضرب، إذا نكون مرزوما ما بعده، لا حرف نهي، لا تزل فعل مضارع ناقص، أي لابد من الزيادة، فعل مضارع ناقص مرزوم بلا وجزمه سكون آخره، لا تزل أنت، هذا اسمه تزل، أين خبر ذاكر الموت؟ هذا خبره، هذا خبره، تمام. والدعاء ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولا زال
القطر منهلا. إذن هذه الأربعة لابد من ماذا؟ لا تعمل هذا العمل إلا بشرط وقيد، وهو أن يتقدمه نفي أو شبه النفي، والمراد بشبه النفي الدعاء والنهي. النوع الثالث ما يعمل لكن بشرط أن يتقدم عليهم المصدرية الظرفية، وهو دام فقط، ما دمت حيا، ما دمت دام لا تعمل هكذا بنفسها، وإنما لابد من تقدم ماذا؟ ما، وبشرط أن تكون مصدرية ظرفية. مصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وظرفية لأنها تضاف إلى إلى الظرف. ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. والأذان قد حان. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كان وأمس، ظل، بات، أصبح، أضحى، وصال، ليس مع، مبرح. عرفنا أن هذه مجموعها 13 لفظة، لكن من حيث العمل تقسم إلى 3 أقسام وقد ذكرناها. قال: كان وأمس. كان وهي موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الزمان الماضي، إما مع الدوام أو مع الانقطاع. يعني زيد قائم، زيد قائم، دخلت كان. ماذا أفادت كان؟ أفادت اتصاف الاسم الذي هو زيد بمضمون الخبر الذي هو القيام في الزمن الماضي، إما مع الانقطاع وهذا هو الأصل في الفعل الماضي، أو مع الدوام، أو مع الدوام. وكان ربك قديرا، هذا مع الدوام، هذا مع كان زيد قائما، هذا مع هذا في انقطاع، لأن الأصل في الفعل الماضي أنه انتهى وانقطع. كان وأمس. أمس كذلك معناها اتصاف المخبر عنه بالخبر، يعني مضمون الخبر في المساء، في المساء. حينئذ نقول هذه تفيد ماذا؟
أمسى زيد قائما، أمسى زيد قائما كالسابقة. ظل هذه معناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في النهار. وبات كذلك معناها اتصاف المخبر عنه بمضمون الخبر في بياتي في الليل يعني. أصبح الألف ليل الإطلاق يعني اتصاف المخبر عنه بالخبر مضمون الخبر في وقت الصباح. وأضحى كسابقتها وصار، وهي موضوعة للدلالة على التحول والانتقال من حقيقة إلى حقيقة أو من صفة إلى صفة، من حقيقة إلى حقيقة، كقول صار الطين حجرا، صار الطين حجرا، تحولت حقيقته، صار الطين حجرا. من حال إلى حال، صار زيد فقيرا، كان وصفه الغنى ثم صار وصفه الفقر. نعم. وصار ليس لنفي الحال عند التجرد عن القرينة، والنفي هنا لي للحال، نفي لي للحال. إذن كل هذه الأفعال الماضية تدل على اتصاف الاسم بمضمون الخبر في الوقت الذي عين بالفعل، ظل بات أصبح إلى آخره بحسب التخصيص. مع ما برح الألف للإطلاق، ما زال وما زال ومن فك وما فتح، هذه كلها موضوعة على شيء واحد، متفقة المعاني، يعني اختلفت الألفاظ إلا أن معانيها واحدة، وهي الدلالة على ملازمة الخبر للاسم على حسب ما يقتضي الحال، يعني تفيد أن الخبر ملازم للاسم لكن بحسب الحال. لا نزال جالسين، متى؟ إلى الفجر؟ لا، إلى أن ينتهي الدرس، إلى أن ينتهي. إذن كل ملازمة هنا بحسب الحال والقرين الذي يدل عليه اللفظ. لا زال زيد قائما مدى الدهر؟ لا، متى ما أراد أن يخرج من قيامه خرج دون شيء. إذن موضوع للدلالة على الملازمة، لكن ليست الملازمة المطلقة وإنما بحسب ما يقتضيه الحال. ما دام، ما دام موضوعة، هذه للدلالة على ماذا؟ على الاستمرار، وهذا بناء على أن لها مصدر، وأكثر النحاة على أن ليس لها مصدر، ليس لها مصدر. قال وما منها تصرف حكما له بما لها كان قائما. هذه الأفعال مراده أنه حكاها بصيغة الماضي، كذلك كان أمسى ظل بات كلها صيغة الماضي. حينئذ إذا جاءت بصيغة المضارع هل لها العمل نفسه؟ نعم. إذا جاءت بصيغة الأمر هل لها العمل نفسه؟ نعم. صيغة اسم الفاعل، اسم المفعول إلى آخره. إذن كل ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمله، وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، وإلا بعض الأفعال لا يستعمل منها غير الماضي، ليس لها مضارع ولا أمر ولا إلى آخره. إذن هي على أصلها، فلم يستعمل منها ماضي ولا لم يستعمل منها مضارع ولا أمر، حينئذ باق على أصله. فما سمع من لغة العرب تصرفه من هذه الأفعال عمل عمله، هذا الذي عناه. وما منها، وما والذي منها أي من هذه الأفعال تصرف، يعني تصرف منها، من للتبعيض هنا يعني بعضها تصرف أي تحول، الصرف هنا راد به التحويل من أمثلة إلى أمثلة أو التحول إلى أمثلة مختلفة تصاغ منها. والأفعال هنا قسمان، أفعال هنا قسمان، ما لا يتصرف مطلقا وهو ليس وداما، ليس وداما. داما هذا بناء على أنه لم يسمع لها مصدر، لأنه قال بعض العلم نحات أنها متصرفة بمعنى أن لها مصدر، والصبان في حاشية الأشموني أنكر عليهم ذلك، قال كيف أن تقول ما مدة دوامي ما دمت حيا؟ قالوا داما هذه ماذا؟ هي التي معنا هنا أخت كان. وقالوا ما مصدرية، مصدرية معناه ماذا؟ أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر ثم تضاف إلى الظرف، حينئذ ما دمت حيا أي مدة دوامي، دوامي هو هذا المصدر، إذا هي متصرفة. فقول النحاة أن دام لا مصدر لها ضعيف بما أصلهم في هذا المثال. إذن ما لا يتصرف هو ليس وداما. ثاني ما يتصرف هو ما عداهما، ما عداهما. زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر، زال يزال تزل جاء معنا، لا يستعمل منه أمر ولا مصدر. أحكما، أحكما، الألف هذه مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة، مبدلة عن نون التوكيد خفيفة لأنه فعل أمر. أحكما، أحكما،
له أي لهذا المتصرف بما لها بالذي ثبت لها، يعني للماضي، ككان قائما. هذا مثل كان قائما زيد، كان قائما زيد، أفاد بهذا أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين الفعل الناسخ واسمه، كان قائما زيد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تقدم الخبر على الاسم دون الفعل، قائما كان زيد يصح كذلك. حينئذ يجوز أن يتقدم في الجملة هنا الخبر على الفعل نفسه، ويجوز أن يتوسط بين الفعل والخبر، كان قائما زيد. وكن برا، هذا الشاهد، كن هذا فعل أمر ناقص، ها كن فعل أمر ناقص مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كن أنت ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، هذا اسمه كن. برا هذا خبر كن. وأصبح صائما، أصبح صائما، أصبح فعل أمر ناقص مبني على السكون لا محل من الإعراب، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، وصائما هذا الخبر. إذن نقول ما تصرف من هذه الأفعال عمل عمله دون شرط أو قيد. ثم قال رحمه الله تعالى باب الثاني مما ينسخ المبتدا والخبر، وهو إن وأخواتها. باب إن وأخواتها، باب إن، أي هذا باب بيان ما يتعلق بالناسخ الثاني، وهو إن وأخواتها، ما ينصب الاسم ويرفع الخبر. لأن النواسخ على ثلاثة أنواع، منها ما يرفع الاسم وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، والثاني ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، يعني عكس عمل كان، إذا رفع الخبر ونصب الاسم. ما ينصب الجزئين وهو المسائل الثالث إن شاء الله تعالى، باب ظن وأخواتها. باب إن وأخواتها يعني نظرائها في العمل، هو هنا مراد به النظير فيه في العمل. باب إن وأخواتها وهو ستة أحرف. قال عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن، هذه ستة أحرف، لإن أن لكن ثلاثة، ليت ولعل وكأن هذه ستة. إذن هذه تعمل عمل، هذا العمل عكس عمل كان. قال هنا عمل كان عكسه لإن، عمل هذا مبتدأ أول وهو مضاف، وكان مضاف إليه قصد لفظه، عكسه يعني عكس عمل كان، الضمير يعود إلى المبتدأ الرابط هنا، وهو مبتدأ ثاني ثابت لإن وما عطف عليه، واضح هذا. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، عمل كان عكسه لإن، عكسه ثابت لإن، عكس عمل كان ثابت لإن. وما هو؟ هو نصب المبتدأ على أنه اسم لإن، ورفع الخبر على أنه خبر لإن، لإن ثابت لإن، لكن بشرط ألا يقترن بهذه الأحرف ما الحرفية، إنما، أنما، ليتما، لعلما، كأنما، هذه ما الحرفية إذا اتصلت في الجملة تبطل عمل هذه الحروف، بشرط أن لا يقترن بهن ما الحرفية، فإن اقترنت بهن بطل عملهن وصح حينئذ دخولهن على الجملة الفعلية، كأنما يساقون، كأنما دخلت على ماذا؟ على الجملة الفعلية، لأن هذه مرة معنى التأصيل ماذا؟ أنها نواسخ، نواسخ ماذا؟ المبتدأ والخبر، يعني لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر. حينئذ إذا دخلت على الجملة جاءت على خلاف الأصل، متى تدخل على الجملة هنا في هذا الموضع؟ نقول إذا دخلت ما الحرفية، حينئذ تبطل عملها، وإذا بطل عملها بطل اختصاصها، إذا بطل العمل بطل الاختصاص. لماذا؟ لأن العمل فرع الاختصاص، واضح؟ العمل فرع الاختصاص، فإذا بطل العمل حينئذ ارتفع اختصاصها، فصارت تدخل على ماذا؟ على الجملة الفعلية. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم، إنما الله إله واحد، هذا واضح بين. واستثنى بعضهم ماذا؟ ليت، قال إذا دخلت على ليت ما، حينئذ يجوز فيها الوجهان، وهذا سمع، هو مسموع في ليت، ما عداه مقيس عليه، ما عداه مقيس عليه، حينئذ سمع هذا على قول ابن مالك رحمه الله تعالى، على قول ابن مالك
أن ليت يستثنى فيجوز فيها الوجهان إذا دخلت عليها ما الحرفية. ليتما هذا الحمام لنا، ليتما هذا الحمام لنا، جاز فيه الوجهان. لكن هذا مسموع، سمع في ليت فقط، دخلت ما الحرفية وبقي ماذا؟ وبقي إعمالها. قاس بعضهم، وعليه ابن مالك في الألفية، قاس سائر الأحرف إذا دخلت عليها ما على ليت فجوز فيها الوجهين، والصواب جوز فيها الوجهين، والصواب أن حكم خاص بماذا؟ بليت. لماذا؟ لأن ليت لما دخلت عليها ما لم تفقد اختصاصها، بقي اختصاصها بالدخول على ماذا؟ على الجملة الاسمية، هذا مسوغ لها أنها تبقى على إعمالها. لكن ما عدا ليت لما دخلت عليها ما دخلت على الجملة الفعلية فبطل اختصاصها، فلا يقول بماذا؟ فلا يكون بإعمالها. عمل كان عكسه لإن أن بالتشديد الأصل بإسقاط حرف العطف هو الواو، لكن ولكن وليت ولعل وكان. تقول إن مالكا لعالم ومثله ليت الحبيب قادم. تقول في المثال إن مالكا لعالم، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مالكا اسم إن منصوب بها ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لعالم، اللام هذه لام الابتداء، لام المزحلق، الأصل أنها دخلت على إن فزحلقت على ماذا؟ على الخبر، لأن إن مؤكدة، واللام هذه تفيد التأكيد، ولا يجتمع مؤكدان على محل واحد، حينئذ لابد من تهريبها، فزحلقت على ما بعدها. إذن لعالم، عالم هذا خبر إن منصوب بها، خبر إن منصوب بها. هنا فيه تجوز، وهو أنه ليس خبر إن، لأنه لا يخبر عن الحروف وإنما يخبر عن الأسماء، أصل خبر اسم إن، لأن شاع عند النحاة ماذا؟ خبر إن. طيب إن احنا قلنا ماذا؟ نسبة حكم إلى اسم، نسبة حكم إلى اسم، حينئذ لا يحكم إلا على الأسماء، وإن حرف هنا أريد معناه، حينئذ لا يخبر عنه، حينئذ نقول أريد به خبر اسم إن على حذف المضاف. إذن تقول إن مالكا لعالم، هذا فيه النصب لاسم إن ورفع الخبر، وفيه دخول اللام على الخبر، جواز دخول اللام الابتداء على خبر إن المكسورة. ومثله في الحكم ليت الحبيب قادم. ليت هذا حرف ماذا؟ تمني ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والحبيب هذا اسم ليت منصوب بها ونصب فتح ظاهر على آخره، وقادم هذا خبر ليت مرفوع بها، خبر ليت يعني خبر اسم ليت. باب الاختصار، باب الاختصار. ثم شرع في ماذا؟ شرع في بيان معاني هذه الأحرف، فقال أكد بإن أن شبه بك أن لكن يا صاحي للاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللتردي والتوقع لعن. أكد بإن، يعني إن تأتي لي للتأكيد، هل هو تأكيد مفرد أو تأكيد جملة أو تأكيد نسبة بين طرفين؟ تأكيد نسبة، يعني إن ليس لتأكيد المبتدأ وليست لتأكيد الخبر. نحن أنتم لن تفهمون شرحي أو لا، وإلا أنا أتكلم كذا، واضح؟ أي طيب، أكد بإن، هل هي توكيد للمبتدأ فقط دون الخبر أو للخبر دون المبتدأ؟ الجواب لا، ولذلك هي مؤكدة. قلنا ماذا؟ إن وخواتها تدخل على ماذا؟ على المبتدأ والخبر، على الجملة. إذن هي مؤكدة للنسبة بين المبتدأ والخبر، مؤكدة للنسبة بين المبتدأ والخبر. يتأتى بذلك ما قلناه سابقا مرارا، أن إن هنا مؤكدة للجملة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون أصل الجملة مكررة مرتين أو ثلاثة، زيد قائم وزيد قائم وزيد قائم، حذفت الثانية والثالثة أو الثانية فقط، قلت إن زيدا قائم، فقوله إن زيدا قائم هذا في قوة تكرار الجملة ثلاث مرات أو مرتين، هذا يدل على معنى زائد، معنى زائد. أكد بإن، أكد بإن، إن وأن يتفقان في أنهما موضوعان لتأكيد الحكم المقتنم بأحدهما ونفي الشك فيه والإنكار له، هذا قدر مشترك، إن وأن كل منهما لتأكيد الحكم، يعني النسبة بين الطرفين، بين الطرفين. إن زيدا قائم أكدت ماذا؟ قيام زيد، أكدت قياما، لأن الحكم كيف نأخذه؟ نأخذه من مضمون الخبر مضاف إلى الاسم، مضاف إلى زيد قائم،
زيد قائم، ما حكم الجملة هنا؟ هذا فيه تفصيلات كثيرة، لكن شاهد حكم الجملة. الجملة هذه لا حكم، ما حكم الجملة؟ قيام زيد، قيام زيد مفرد هذا. طيب كيف أخذناه؟ ننظر إلى الخبر، ننظر إلى الخبر. إن كان مشتقا جئنا بالمصدر وأضفناه للمبتدا، قلنا قيام زيد، قيام زيد. إن كان غير مشتق بل جامد فلنا حالان، إما نأتي بالكون وإما نأتي بالمصدر الصناعي. المصدر الصناعي الكون، كون لفظ كون. زيد أسد، ما حكم الجملة؟ أسدية زود زيد، يعني جئنا بماذا؟ بالمصدر الصناعي الذي يقال فيه بأسدية وطنية إلى آخره، هذا مشهور الآن. حينئذ نقول جئنا بهذا المصدر، أسدية زيد هو حكم الجملة. ولك وجه آخر، كون زيد أسدا، فجئت بالكون وأضفته إلى ماذا؟ إلى المبتدأ، ونصبت الخبر على أنه خبر الكون، كون زيد أسدا، هذا يسمى حكم الجملة، هو الذي تؤكده إن وأن، تؤكد قيام زيد، تؤكد أسدية زيد، لأنه هو المضمون الذي أخذ من دلالة كل من الطرفين. إذن إن وأن يتفقان في هذا، ولذلك لا يؤكد بإن وأن بل سائر مؤكدات إلا للمنكر أو المتردد، أما خالي الذهن فهذا لا يخاطب به بذلك. نعم. ويفترقان في ماذا؟ أن إن هذه يفتتح بها الكلام، وأما أن هذه لا يفتتح بها الكلام، لابد من كلام سابق. أن بالفتح لابد أن يكون ثم كلام سابق. بلغني أن زيدا عالم، أما ابتداء هكذا أن زيدا عالم لا يصح، لا يصح، بل يجب هنا كسر إن. نعم. فكسر في الابتداء، فكسر في الابتداء، حينئذ الابتداء يجب فيه الكسر، وأما الفتح فهذا يكون في أثناء الكلام. أكد بإن وأن، إذن إن وأن للتوكيد، والمراد بالتوكيد تقوية النسبة، توكيد النسبة. شبه بكأن، ها. شبه بكأن يعني كأن تأتي للتشبيه، تأتي لي للتشبيه، كأن زيدا عالم، كأن زيدا عالم. والتشبيه مشاركة أمر لأمر في المعنى، يعني في الشرف أو في الخسة، زيد كالبدر مثلا، أو ليلى كالبدر، هذا فيه تشبيه في ماذا؟ في الشرف، زيد كالحمار في الخسة، يعني نقول هذا في مقابله. شبه بكأن، إذن تأتي كأن للتشبيه أو مشاركة أمر لأمر، أو قيل للظن، وذلك إذا كان ماذا؟ الخبر إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا، خبر إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا. كأن زيدا أسد، تشبيه سن. كأن زيدا كاتب، ليس هذا التشبيه، لو نظرت وتأملت ليست للتشبيه، وإنما هي للظن، للظن. إذا كان الخبر مشتقا أو فعلا حينئذ لا تكون كأن للتشبيه، وإنما تكون للظن والتوقع نحو ذلك. أما إذا كان جامدا حينئذ يكون إذا كان خبره جامدا حينئذ تكون للتشبيه. لكن هذه كذلك لا بد أن يتقدمها كلام، لا تأتي في أول الكلام. أن ولكن لا تأتي في أول الكلام، لا بد من كلام سابق. معناها قال لكن يا صاحي، يعني يا صاحبي، وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لي معنى فيه بالصلاح، للاستدراك عن خففه لي لوزن عن، يعني ظهر، يعني عنا يعني ظهر. والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، يعني تأتي لكلام فقد يوهم شيئا آخر فتأتي به لكن، تأتي به لكن. زيد عالم، فيظن المسكين أن كل عالم هو عامل، يقول لكنه فاسق، لكنه فاسق. ما زيد شجاع، فيوهم أنه ليس بكريم، يقول لكنه بكريم. قال رحمه الله تعالى وللتمني ليت عندهم حصى، وللتمني ليت عندهم حصى، ليت قصد لفظه فهو مبتدا، ليت حصل عندهم، للتمني، للتمني متعلق بقوله حصل، وحصل بمعنى وجد وثبت. إذن وجد، ليت وجد عندهم يعني في حكمهم النحاة، للتمني، إذن التمني هذا مدلول ليت، فتفيد ماذا؟ تفيد التمني. ليت مبتدا وجملة حصل خبر المبتدا، والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، طلب ما لا طمع فيه.
أو ما فيه عسر. ألا ليت الشباب يعود يوما. ألا ليت الشباب يعود يوما. يعود أو لا يعود في الدنيا؟ لا يعود. هذا طلب ماذا؟ طلب المحال، طلب الممنوع. أو ما فيه عسر، ليت لي قنطارا من ذهب. قنطارا من ذهب هذا قديم، ليت لي مليارا. هذا فيه عسر، ليس محال، ليس محال، لكنه فيه عسر. وللتمني ليت عندهم حصى، وللترجي وللترجي والتوقع لعل، يعني لعل للترجي، لعل للترجي، لعل مبتدا، للترجي هذا خبره. ترجي طلب المحبوب المستقرب حصوله، طلب المحبوب يعني المستقرب القريب الحصولي. لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني. والتوقع قيل هو الإشفاق، أو السابق ترجي، التوقع قيل هو الإشفاق. لعل زيدا هالك، هذا الإشفاق، لعل زيدا هالك، لأن الإشفاق هو توقع ماذا؟ المكروه، وليس توقع المحبوب. الترجي هو طلب المحبوب، لعل الله يرحمني، هذا محبوب إلى النفس. والتوقع هذا لعل زيدا هالك، توقع المكروه. قيل تأتي لعل لي للتعليل، فقولا له قولا لينا لعله، يعني كي يتذكر، كي يتذكر. إذن هذه معاني لما يتعلق بهذه الأحرف الستة، والشرط في عملها ما سبق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نصلي العشاء ويتم الدرس بعد العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ظن وأخواتها. باب ظن وأخواتها، وهذا هو النوع الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء. ظن وأخواتها، وأخواتها يعني نظائرها في العمل. وهي قسمان: أفعال القلوب وأفعال التحويل، كلها أفعال ليس فيها حروف، كما أن إن وأخواتها كلها حروف ليس فيها أفعال، وكان وأخواتها قلنا كلها أفعال باتفاق لليس، وهذه ظن وأخواتها كلها أفعال. وهي قسمان: أفعال قلوب وأفعال تحويل، يعني حيث المعنى هي على قسمين: أفعال القلوب إضافة إلى القلب، سميت بذلك لأن معانيها قائمة بالقلب، معانيها قائمة بالقلب. الظن محله القلب، واليقين محله القلب كذلك. وأفعال القلوب قسمان: الأول ما يدل على اليقين، ما يدل على اليقين. وذكر الناظم هنا منها وجد ورأى وعلم، ثلاثة أشياء. وأفعال الرجحان سميت أفعال أو ما تدل على اليقين، لأنها تفيد في الخبر يقينا، تفيد في الخبر يقينا، معلوم أن الخبر قد يكون ظنا وقد يكون يقينا. الثاني أفعال الرجحان والشك، ذكر منها الناظم هنا ظن وحسب وجعل وزعم وخال. وأما أفعال التحويل التصيير شيء إلى شيء آخر، ذكر منها اتخذ. قال رحمه الله تعالى: باب ظن وأخواتها. قلنا هذا هو النوع الثالث، وما ينصب الجزئين مبتدأ والخبر على أنه مفعول، على أنهما مفعولان لها. وظن تنصب المبتدأ على أنه مفعول أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول ثاني بعد استيفاء فاعلها، لابد من الفاعل. قال: انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، وهي ظننت، وجد، رأى، حسبت، وجعلت، زعم، كذاك خلت، واتخذت، علما. تقول: قد ظننت زيدا صادقا، في قوله وخلت عمرا حاذقا. انصب بأفعال القلوب يعني بفعل القلب، إضافة هنا للجنس، ليس بأفعال القلوب تقولها كلها، لما المراد بفعل واحد. حينئذ أفعال جمع، وهو مضاف، والقلوب مضاف إليه، والإضافة للجنس، والإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية فيصدق بالواحد والاثنين وثلاثة. انصب مبتدا بأفعال متعلق بقوله انصب، تعلق به مبتدا وخبرا، يعني مبتدا وخبرا، يعني تدخل على الجملة الاسمية المؤلفة من المبتدا والخبر كما مر في الأصل. بعد استيفاء فاعلها، انصب بعد استيفاء فاعلها، لماذا؟ لأنها أفعال، وكل فعل لابد له من فاعل، والمبتدا والخبر لا يصلحان أن يكون واحد منهما فاعلا، فلابد من ماذا؟
فلا بد من فاعل فترفعه اولا، ثم بعد ذلك تسلط على المبتدا فتنصبه على انه مفعول اول، والخبر على انه مفعول ثان. انصب بافعال القلوب مبتدا وخبرا، كذلك ما تصرف منها الشان هنا كالشان فيما سبق في باب كان واخواتها، فكل ما تصرف منها حينئذ ياخذ حكمه، ظن زيد، ظننت زيدا قائما، انا ظان زيدا قائما، وهكذا ظن زيد قائما، وهي ظننت وجد، وهي اي هذه افعال القلوب هي مبتدا، ظننت وما عطف عليه خبر المبتدا، وظن موضوعه للدلاله على ترجح وقوع المفعول الثاني، وعلمنا فيما سبق ان الظن ادراك، لاحد الطرفين، يعني ادراك للطرفين مع ترجيح احدهما على الاخر، والراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. حينئذ نقول هما طرفان، ادراك الراجح الذي هو ماذا؟ اتصاف الاول بالثاني، يعني الدلاله على ترجح وقوع المفعول الثاني اتصافه للاول، ظننت زيدا قائما، يعني ادركت ادراكا راجحا قيام زيد، حينئذ المدرك ما هو؟ ليس زيد، زيد ثابت عندي معلوم، لكن الذي فيه تردد ما هو؟ قيام زيد، هو القيام الذي اتصف به زيد، إذن هو الذي بين طرفين، قام لم يقم، حينئذ ترجح ماذا؟ القيام. حينئذ موضوعة للدلالة على ترجح وقوع المفعول الثاني أنه واقع للأول، أما الأول فهو على أصله، لأنه مبتدا، والأصل المبتدا يكون معلوما، ولا يجوز الابتداء بالنكر أما لم تفد. وهي ظننت وجدا، هذه قلنا من أفعال التحويل، ومنه يعني قد تأتي ماذا؟ قد تأتي لليقين، وقد تأتي للتحويل، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذه مصدرها الوجود، وليست هي التي معنا. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أين المفعول الأول؟ الهاء الضمير سن، ثاني خيرا، حينئذ نقول هذا فيه معنى التحويل. رأى حسبت، رأى الأصل فيها ماذا؟ أنها لليقين، وقد تأتي لغيره، وكذلك هي تنصب مفعولين، رأى بمعنى علم، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر، ليست الرؤية البصرية، إنما بمعنى علم. حسبت الأصل فيها ماذا؟ أنها للرجحان مثل ظن، حسبت زيدا قائما، يعني أدركت إدراكا راجحا قيام زيد، حسبت بمعنى ظن. وجعلت بمعنى اعتقد، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هذا المفعول الثاني، وجعل بمعنى اعتقد. زعم الألف للإطلاق، يطلق الزعم على الحق والباطن، يطلق على الحق أنه زعم، ويطلق على الباطل كذلك، والأكثر ماذا؟ على قول يشك في صحته، والأكثر في زعم أنها تتعدى إلى معموليها بواسطة أن المؤكدة، سواء كانت مخففة من الثقيلة أو لا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم فعل ماضي، الذين كفروا فاعل، أن لن يبعثوا، هذه مخففة من الثقيلة، حينئذ أن هذه مما يؤول، يعني من الحروف المصدرية، يؤول مع ما بعده بمصدر، مسدت مسد مفعولي زعمه، وهكذا. أو كانت مشددة كما في قول الشاعر، وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير. وكذلك قد تتعدى بغير واسطة، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، زعمتني شيخا، الياء مفعول أول، شيخا مفعول ثاني، والأصل في الشيخ أنه الكبير في السن، لكنه استعير لشيء آخر. إذا كذاك خلت، كذاك خبر مقدم، خلت هذا مبتدأ مؤخر، كذاك خبر مقدم، خلت مبتدأ مؤخر، وهي بمعنى ظن،
خلت زيدا أخاك، يعني ظننت زيدا أخاك، واتخذت واتخذ الله إبراهيم خليلا، كذلك علم الألف لي للإطلاق. قال الناظم إذن هذه تعداد لي لهذه الأفعال، وهي تنصب المبتدا على أنه مفعول أول، والخبر تنصب على أنه مفعول ثاني بعد استيفاء فاعلها. ثم أحكام تجدوها في أو تجدونها في المطولات. تقول قد ظننت زيدا صادقا، تقول في المثال قد ظننت، قد حرف التحقيق عنين على السكون لمحل له من الإعراب، ظننت ظنن ظن فك هنا الإدغام وظن حينئذ يكون هنا ماذا مبنيا على فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، على فتح المقدر، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب زيدا مفعول أول، صادقا مفعول ثاني، في قوله صادقا، في قوله، في قوله جار ومجرور متعلق بقوله، صادقا ليس ظننت، صادقا جار ومجرور والظرف إذا أردت أن تضبط كيف تعلقه حينئذ ما الذي يتمم معناه؟ ظننت في قوله، زيدا في قوله، صادقا في قوله، متمم لأي شيء من حيث المعنى، من حيث المعنى متمم لصادنا في قوله، ظننت في قوله هذا ما يأتي، زيدا في قوله هذا ما يتأتى، صادقا في قوله إذن كمل صادقا. حينئذ تقول في قوله متعلق بقوله صادقا، لأن العمل كله فلسفة العمل عند النحاة المعنى، ولذلك عمل ما عمل الفعل في الفاعل إلا لتكميله، قام قام، من الذي قام؟ لا يتم المعنى، زيد تمم معنى قام، ولذلك اقتضاه على أنه فاعل، يقول اقتضى يعني طلبه على أنه فاعل له، ضرب زيد ما تم المعنى، ضرب من؟ ضرب زيد عمرا، إذن الضرب هنا اتضح معناه أكثر، وهو كونه وقع على من؟ على زيد، ضرب زيد عمرا في داره، مكان يوم الجمعة زمان، إذن كلما زادت المتعلقات اتضح الحدث، وإلا الضرب هذا ضرب يدل على وقوع الظرف حسب، ثم لابد من فاعل، لابد من مكان، لابد من زمان، ضرب زيد عمرا يحتمل أن الضرب شديد قوي ضعيف، ضرب زيد عمرا في داره يوم الجمعة ضربا شديدا، إذا وضحه زاده معنى، إذن كل هذه المعمولات تزيد الفعل وما دل عليه وهو الضرب تزيده معنى وإيضاحا، لأن ضرب هذا مبهم اتسع، كلما عمل ضيقت عليه فتعين، كان مبهما فصار ماذا؟ صار معينا، وكل ذلك بالمعمولات. إذن صادقا في قوله، وخلت عمرا حاذقا، حاذقا يعني ماهرا، خلت فعل فاعل، عمرا مفعول أول، حاذقا مفعول ثاني، خلت وصله خالة كذلك، حذفت الألف التي هي العين لتخلص من التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين، خلت عمرا حاذقا، نعم انتهى الباب. ثم قال رحمه الله تعالى التوابع، التوابع هذا هو المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، الأول الفاعل، ثاني نائب الفاعل، الثالث والرابع المبتدا والخبر، الخامس اسم كان، السادس خبر إن، السابع توابع. لما ذكر ظن إذن؟ أين إذن ذكر الشيء في محله لمناسبته، وإلا يأتي السؤال نحن نبحث في ماذا؟ مرفوعات الأسماء، وظننت زيدا قائما ليس فيه مرفوع أصلا، مفعول الأول مفعول الثاني كل منهما منصوب، لما ذكره؟ لأنه أنسى به الشيء، وهذا من فوائد المتون أنها مرتبة، ترتب الطالب. قال التوابع، توابع جمع تابع، وهو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، يعني الثاني التابع يكون على حسب متبوعه، فإن كان مرفوعا فهو مرفوع، وإن كان منصوبا فهو منصوب، وإن كان مخفوضا فهو مخفوض، وإن كان مرزوما فهو مرزوم، فهو مرزوم. يأتي التوابع البدل
فعله من الفعل. إذن الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. قوله الاسم المشارك لما قبله في إعرابه دخل جميع وسائر التوابع، وبقي حاجة واحدة وهي خبر المبتدا وحال المنصوب. خبر المبتدا تابع في الظاهر، زيد قائم، مثلها أو لا؟ الحكم واحد أم لا؟ زيد قائم الحكم واحد، لكنه في بعض الأحوال ليس مطلقا. فإذا دخل ناسخ على الجملة كان زيد قائما، اختلف عنه. والأصل في التابع ماذا؟ أن يكون مثل متبوعه في الرفع والنصب والخفض. هنا مثل متبوعه في حالة، لكن في حالات أخرى لا يكون مثله ولا يكون من قسم التوابع الذي معنا. لماذا؟ لأن قسم التوابع لابد أن يكون مطلقا لا ينفك عنه في حال من الأحوال. وكذلك الشأن فيه في الحال، حال من المنصوب، مثلا ضربت زيدا مكتوفا، ها مشارك لما قبله أو لا؟ مثله، ضربت فعل فاعل، زيدا مفعول به، مكتوفا حال من زيد من المفعول به، شاركه أو لا؟ شاركه. جاء زيد ضاحكا، انفك عنه. إذن يشترط في التابع هنا أن يكون ماذا؟ مشاركا لما قبله مطلقا في جميع الأحوال، حيثما تصرف فهو تابع له، مشارك له. وأما أن يشاركه في بعض المواضع ويتركه في بعض المواضع لا يسمى تابعا. فخرج الخبر يشارك المبتدا في بعض المواضع قبل دخول الناسخ، وخرج كذلك حال المنصوب، لأنه إذا فارق حال الحال دائما منصوب، حينئذ إذا جاء صاحب الحال منصوبا اتفقا. وهل صاحب الحال دائما يكون منصوبا؟ لا، قد يكون مرفوعا وقد يكون مخفوضا. إذن الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. قال باب النعت، باب النعت، التوابع أربعة أو خمسة على المشهور عند النحاة، أربعة أو خمسة، والمشهور أنها خمسة. باب النعت، قال رحمه الله تعالى: النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير. ما ذكر شيئا. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، وهذا يعني مما يحرج الشارح. إذا قصر صاحب النظم أو صاحب الأصل قصر في ما يتعلق بالباب يحرج الشارح. لماذا؟ لأنه لابد من تكميل بعض المسائل، وإذا كملها حينئذ قال الطالب هذا درس صعب كما مر معكم. وإلا الأصل الطالب المبتدئ لابد أن يأخذ الباب يعني مكمل نوعا ما، كما إذا أراد أن يشتري سيارة لا يأخذ أي سيارة، إنما يأخذ شيئا يليق به. كذلك إذا سمعت لباب أردت دراسته لابد أن يكون يعني لائقا بك، طالب علم لست عاميا، والاختصار المخل الذي يعني يكون فك عباراته ومشي كذا هذا لا يفيد طالب العلم، لا يستفيد منه شيئا. نعم التوسع أحيانا لا يليق بعض الطلاب، لكن ينبغي الطالب أن يعود نفسه. يعني هم يقولون الطلاب لابد المعلم ينزل الطالب، أنا أقول هذا خلل في المعلم، الطالب هو الذي يرفع نفسه، هو الذي يرفع فهمه، والمعلم ينزل لا، أقول المعلم لا ينزل البتة. ولذلك بعض الدروس لما اعتاد الطلاب على أن المعلمين نزل كلهم نزلوا، حتى بعض كبار العلم يقول نحن لا نشرح. لماذا؟ يأتي كتاب يعني بعض المختصرات قد يحتمل فيها ماذا؟ فك عبارة. لكن أحيانا تشرح بعض الكتب مطولات ليست لطالب علم مبتدئ، يعني إذا شرحنا الآن الأجرمية قد يقول قائل مبتدئ لابد من الشرح ويأتي يشترط إلى آخره، والمسلمون على شروطهم. لكن لو شرحنا كتاب آخر الملحة أو قطر الندى لا، ينبغي أن يكون الطالب هيئ نفسه أن الشرح لا يكون كسابقه. لماذا؟ لأنه أولا المبتدئ عامي، رضيت أم غضبت، المبتدئ عامي، وإنما تميز عن العامي بالنية فقط، أنه أراد أن يطلب العلم فصار له فضل ماذا؟ فضل طلبة العلم بالنية، هذا أولا. ثم إذا درس الكتاب الأول حينئذ دخل في شيء يتعلق بالعلم، وإلا قبل ذلك لا. فإذا كان كذلك إذا درس المتن الأول حينئذ ارتقى في السلم إلى كتاب آخر، إلى كتاب آخر. الموجود الآن في الساحة أنه إذا جئنا نشرح الكتاب الثاني الإشكال الذي يطول الشروح أننا نعيد الأول في الثاني، صحيح؟ أننا نعيد ما شرحناه كله الكلام هذا كله الأسبوع كامل نعيده في الملحة،
وهذا خطأ، لكن لابد منه. لماذا؟ أولا الطلاب بعضهم لم يحضر فيما سبق، هذه واحدة. ثانيا أنه قد نسي ما مضى، فلابد من ماذا؟ لابد من إعادة. والطلاب لا يشتكون الدروس تطول. نعم تطول، لماذا؟ أنت السبب. قد يكون المعلم بعض المدرسين سبب آخر كذا، لكن بالنسبة إلي أنا على جهة الخصوص أنت السبب. لماذا؟ لأنك بالإمكان أن تجعلني أختصر الكلام. أليس الكلام تعريفه كذا كذا تقدم في شرح الإجرومية، لا ننتقل إلى البيت الآخر، نحل البيت فقط. ما نقول اللفظ هو في الألفية، اللفظ هو الصوت المشتمل والصوت معناه كذا هذا ما يشرح أصلا في الألفية، لما يشرح في الإجرومية. إذا جاء الطالب إلى الملح انتهى أمره. الملح الإجرومية في باطن الملح، والملح في باطن قطر الندى، وهذه الثلاثة كلها في باطن الألفية. فالأصل أنه ما يحتاج إلى أن يشرح له مرة ثانية، لكن واقع الطلاب هو الذي يحوج المدرس إلى أن يعيد. إما طلاب كثر جاءوا جدد ليس لهم نصيب من الدرس السابق، أو أنهم حضروا ولو سألتهم عن شيء ما يدري، لا يفرق بين اسم ولا فعل ولا حرف. إذا ماذا نصنع؟ كيف ندرس؟ كيف نعلم؟ إذا جئنا نشرح، نشرح بالمستوى الذي يقعده أهل العلم، ثم بعد ذلك قل درس صعب. لماذا صعب؟ لأنك أنت ما أهلت نفسك. وإلا طالب الأصل، طالب لابد أنه إذا حضر درس لابد أن يقرأ شرحا، ما الذي سيدرس اليوم، لابد أن يمر هكذا فهمت أو لم تفهم، لابد أن تقرأ. يعني لا يشترط في الطالب أنه إذا سمع شيئا أن يفهم كل ما سمع، هذا ما هو صحيح. هذا من كان يؤيده كثير من المتصدرين الآن للبيان المنهجية، يقول لابد أن تفهم ولا إلى آخره، قل لا، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستوي باب أنا أدرسه من 20 سنة 25 سنة ودرسته عشرات المرات، أنت تأتي وأنت جالس بساعة تفهمه وتمشي واستوت معي في الفهم، يمكن؟ ما عقلا، يعني عقلا هكذا ما تجي، ما تمشي. باب كامل أدرسه من 30 سنة وأدرسه عشرات المرات وأحرر وأراجع وأحضر وأكتب وشرحت إلى آخره، ثم تأتي أنت أول مرة تسمع الباب وتستمع للشرح ثم مباشرة يدخل الدماغ وتمشي والفهم مستوي معي، هذا محال، هذا محال أبدا. لابد أن يكون فيه شيء من القصور، تفهم المسألة الأولى تغيب عنك المسألة الثانية، المسألة الثالثة لا تفهم الكلية، لابد حينئذ ترجع إلى ماذا؟ إلى نفسك وإلى القراءة قبل الدرس، لابد من المذاكرة إلى آخره. أما المدرس ينزل لمستوى الطالب هذا غلط، ليس بصحيح، لأنه صار لا ميزة لحلقات طلاب العلم عن دروس العوام، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما البتة. حتى بعض أهل العلم الكبار الذين نعترف لهم بالعلم والفضل صارت دروس ومجالسهم لا فرق بين طلاب العلم والعوام، هو نفسه نفس الأسلوب، لأنه اعتاد أن يدرس لطلاب العلم كأنهم عوام، فإذا جاء في محاضرة تكلم نفس الكلام، تتعجب أحيانا كأنه درس وليس هو بدرس. لماذا؟ لأن الدرس في أصله هو ليس بدرس، لكن تظن ماذا؟ لأنك حضرت عنده في الدروس، وإذا جاء يحاضر تقول هذا مثل الدرس، لا ليس مثل الدرس، وإنما الدرس هذا غاب محذوف، لأن أصل أنه ماذا؟ يرفع الطلاب إلى المستوى العلمي الذي ينبغي أن يكون. فالأصل في شروح المتون هو هذا الذي نقرره، لا أقول أنفرد بهذه الطريقة، أنا ما جئت شيء من عندي، كل ما أطرحه موجود في الكتب، لكنه صار نسيا منسيا. فلما جاءت الاختصارات وصار الطالب يريد يختصر، وصار المعلم ما عنده وقت أصلا يدرس، وصار يريد أن يختصر للطلاب ويأتي مذكرات وإلى آخره، صار الطلاب حينئذ اعتادوا على النمط السماع هذا، رتب الموضوع هكذا، عرف ثم قسم ثم امشي، ولا تربط هذا بالموجود هنا. ولذلك صار إذا ألفوا، كم رأينا ممن يؤلف في الأصول وفي الفقه، رأيناه إذا ألف يأتي بكلام أهل العلم، هو في واد وكلام أهل العلم في واد. لماذا؟ لأنه ما اعتاد أن يقف مع ألفاظ أهل العلم. لذلك أنت عندما تدرس متن ومتنين وثلاث في فن النحو بهذه الطريقة، أنت تقرأ كتاب سبيل وتشرحه بنفس الطريقة، ما تحتاج. لماذا؟ لأنه بالسماع وبالمذاكرة ستكون عندك ملكة، ملكة هذه أنك إذا نظرت وقرأت حتى في صحيفة لعلك تقرأ، فإذا بيت تقول هذا مطلق ولا مقيد، هذا عام، صار الإنسان مهيأ، لأنه إذا نظر في كلام أهل العلم نزله على طريقة أهل العلم. ولذلك الكتب المطولات هذا كما قلت قبل أيام أنها لم تؤلف لطلاب العلم المبتدئين، يعني كتب شيخ الإسلام الكبار هذه الفتاوى وبعض المسائل التي يحررها هذا ما يقرأها إلا أهل العلم الكبار. ولذلك نسمع الآن ينقلون عن شيخ الإسلام، والشيخ الإسلام يتكلم في مسألة أخرى في واد آخر، ينقل عن شيخ الإسلام في موضع
يجزم به بأنه رأي لشيخ الإسلام، وليس الأمر كذلك. ما السبب في ذلك؟ قد لا يتعمد ويتقصد، لكنه ليس أهلا أن يقرأ لكلام شيخ الإسلام، هو تعود على مذكرات مثل ما يقرأ العام من الصحف، حينئذ كلام عام معمى إلى آخره، فإذا جاء يطبق كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يكتب كلام عالم، يعني حتى جارا ومجرور لابد من النظر فيما يتعلق به. ها كلام له منطوق وله مفهوم. حينئذ نقول الحاصل هنا، ما أدري أين وصلنا، نقول هذا الباب قصر فيه الناظر. حينئذ ماذا نصنع؟ ماذا يصنع المعلم؟ لابد أن يكمل الباب. هذا سائر الفنون كلها وسائر المتون، فلا يستصعب الطالب المتن البتة، والعلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مكابدة. وإلا لو كان العلم بسهولة التي يريد طلاب العلم صار العوام علماء، صار العوام علماء. نعم، لأن ممكن أن يسمع يجلس عام وخاص وعرف ومثال ويمشي، يدرك هذا مثل ما يستمع لبعض الخطبة وبعض المحاضرات. باب النعت، قال النعت قد قال ذو الألباب. النعت هو التابع المشتق أو المؤول به، المباين للفظ متبوعه. التابع المشتق، التابع هذا جنس يشمل التوابع الخمسة، يشمل التوابع الخمسة، يعني دخل فيه النعت والبدل والتوكيد إلى آخره والعطف بنوعيه. المشتق أو المؤول، هذا بيان لحقيقة النعت، أنه لا يكون إلا مشتقا سيأتي بيانه، أو إن لم يكن مشتقا فيكون بالدرجة الثانية، هو أنه مؤول بالمشتق. وهذا فصل مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به، لا تكون مشتقة ولا مؤولة به. توكيد مثل ماذا؟ جاء القوم وأجمعون، جاء القوم فعل وفاعل، أجمعون توكيد للقوم. هل أجمعون مشتق؟ الجواب لا. هل هو في قوة المشتق؟ الجواب لا. إذن خرج التوكيد المعنوي. وجاء زيد زيد، هذا توكيد لفظي، كذلك ليس بمشتق ولا مؤول بالمشتق. جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا عطف بيان أو بدل وليس بمشتق، إذن خرج. عطف النسق، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، هذه كلها تجدها أنها جوامد وليست بمشتقات. إذن التوابع الخمسة إذا أردنا أن نميز النعت، حينئذ لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. سائر التوابع جامدة وليست بمشتقة. المشتق هنا مراد به ما دل على حدث وصاحبه، دل على حدث وصاحبه، هذا مر معنا في اسم الفاعل واسم المفعول. مراد به هنا اسم الفاعل، اسم المفعول، وصفة المشبهة، واسم التفضيل. هذا أربعة أشياء يكون منها النعت: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل. كلها تدل على ماذا؟ تشترك في معنى وتفترق في معاني. المراد هنا أنها تشترك في الدلالة على الذات وماذا؟ والحدث. إذا قلت ضارب، ضارب هذا اسم فاعل، دل على ماذا؟ على شيئين، دل على حدث وهو الضرب، ودل على من أحدث هذا الحدث وهو ماذا؟ الذات، وهو الذات. مضروب هذا اسم مفعول، دل على شيئين، على الذات وعلى من وقع، دل على الضرب وعلى من وقع عليه الضرب وهو المفعول. وهكذا في الصفة المشبهة كحسن، واسم التفضيل كأفضل. المؤول بالمشتق المراد به أنه جامد في نفسه، أنه جامد في نفسه، لكنه يفسر ويؤول ويرجع من حيث المعنى إلى مشتق، إلى، وهذا محصور. يعني نظر النحاة في لسان العرب فوجدوا أنهم نعتوا بهذه الجوامد وفيها معنى المشتقات، حينئذ قالوا هذه تؤول به بالمشتق، وهي التي يصح أن تقع نعوتا للمنعوت. من ذلك ماذا؟ المؤول بالمشتق ما يقوم مقام الاسم المشتق في دلالته على معنى المشتق، وذلك اسم الإشارة. جاءني زيد هذا، جاءني زيد هذا، جاءني فعل مفعول به، زيد فاعل، هذا نعت لزيد، نعت لزيد، ها زائد هذا، ذا اسم إشارة، جامد باتفاق محرف اسم مبني. حينئذ وقع نعتا لزيد. كيف وقع نعت؟ قل أوله، لأن المراد به اسم المفعول، هذا جاءني زيد المشار إليه،
لأنك تقول هذا لا يصح أصلا إلا بإشارة حسية. جاءني زيد هذا، أي جاءني زيد للمشار إليه، والمشار إليه ماذا؟ اسم مفعول. إذن رددناه بالمعنى إلى اسم المفعول. كذلك ذو، جاءني رجل ذو علم، جاءني رجل، رجل هذا فاعل، حينئذ ذو نعت له، ومعلوم أن ذو جامد، لكنه في المعنى بمعنى صاحب، وصاحب اسم فاعل. إذن صح النعت بذو لكونه في المعنى بمعنى صاحب، وصاحب هذا اسم فاعل. كذلك الاسم المنسوب، جاءني رجل مكي، يعني منسوب إلى مكة، منسوب هذا اسم مفعول. كذلك المصدر، جاءني رجل عدل، جاءني رجل عدل يعني عادل، عادل عادل يعني عادل، أو ذو عدل على حذف مضاف كما قال بعضه. كذلك ماذا؟ أي الوصفية، جاءني رجل، أي رجل أي كامله، أي كامل، كامل الرجولة. إذن الحاصل هنا النعت هو التابع المشتق، لابد أن يكون دالا على ذات وصفة، إن لم يكن مشتق حينئذ يكون مؤولا بالمشتق. المباين للفظ متبوعه، المباين للفظ متبوعه، أراد به أن التوكيد اللفظي قد يكون مكررا لاسم فاعل. جاءني زيد الفاضل الفاضل، جاءني زيد الفاضل الفاضل، عن باب التوكيد. زيد هذا، جاءني زيد، زيد هذا فاعل، الفاضل نعت له لا إشكال فيه. الفاضل الثاني هذا توكيد، لماذا؟ لا يمكن أن يكون نعتا للفاضل، لأنهما متحدان في اللفظ، ولابد من المغايرة. ولذلك قال ابن هشام في القاطر المباين للفظ متبوعه، لابد أن يكون مغايرا للفظ متبوعه. فائدة النعت، إما تخصيص النكرة، فائدة من النعت تخصيص النكرة، مررت برجل عالم، هذا فاد ماذا؟ فاد التخصيص، إذا كان بعد نكرة، إذا كان بعد نكرة يفيد التخصيص، والمراد به ماذا؟ تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك، لأنك إذا قلت مررت برجل، برجل هذا يحتمل أنه جاهل أو عالم، كذلك إذا قلت عالم أخرجت الجاهل، لكن من هو الرجل العالم؟ زيد، عامر إلى آخره، إذا ما رفع الاشتراك، وإنما تقلل الاشتراك، قللت الاشتراك. كذلك توضيح المعرفة، مررت بزيد الخياط، زيد هذا زيد الخياط، مهندس وطبيب إلى آخره، مررت بزيد الخياط، هذا فيه ماذا؟ فيه توضيح للمعرفة. أو مدح، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه ماذا؟ فيه معنى المدح، بسم الله الرحمن، هذا مدح. أو ذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم هذا نعت للشيطان لكنه فيه فائدة الذم. أو ترحم، اللهم ارحم عبدك المسكين، مسكين فيه معنى الترحم. أو توكيد، تلك عشرة كاملة، كامل هذا نعت لكنه أفاد ماذا؟ أفاد التوكيد. قال رحمه الله تعالى النعت قد قال ذو الألباب، النعت قد قال ذو الألباب يعني أصحاب الألباب، علب هم العلماء يعني النحاة، يتبع النعت، ضمير يعود إلى النعت، النعت مبتدا، قد قال ذو الألباب جملة معترضة لا محل لها من إعراب، أراد بها التتميم والتكميل. يتبع هو يعني النعت للمنعوت للسابق في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة. الاسم بحسب الاسم له أحوال، الاسم له أحوال بحسب الإعراب، إما مرفوع وإما منصوب وإما مخفوض، لأن بحثنا في ماذا الآن؟ نعت في الاسم. إذن الاسم إما مرفوع أو منصوب أو مخفوض، هل يمكن أن يجتمعا؟ لا، لابد من واحد منهم، إذا واحد من الإعراب، واحد من الإعراب. وبحسب الإفراد وغيره، إما مفرد وإما مثنى وإما جمعا، هل يجتمعان؟ لا، إذا كان مفرد ارتفع التثنية، وإذا كان مفرد ارتفع الجمع، وإذا كان جمعا ارتفع الإفراد، وإذا كان مثنى ارتفع الجمع، وهكذا. إذن واحد من ثلاثة، ثلاثة ثلاثة ستة. وبحسب التذكير والتأنيث، إما مذكر وإما مؤنث، إذا كان مذكرا ارتفع التأنيث، والعكس بالعكس، اثنان وستة ثمانية. طيب، وبحسب التنكير والتعريف، إما معرفة وإما نكرة، إذا كان معرفة لا يمكن يكون نكرة، والعكس بالعكس، اثنان مع ثمانية
عشرة. ولذلك قالوا هذه الأحوال للأسماء للعشرة للاسم حينئذ لا تجتمع كلها، لا تجتمع كلها باعتبار ماذا؟ باعتبار مقابل كل حالة في حالها. فإذا كان مرفوعا ارتفع النصب والخفض وهكذا فيما بقي. هذه الأحوال لها تفصيل سيأتي ذكرهم. النعت يتبع للمنعوت في اثنين من خمسة سواء كان حقيقيا أو سببيا كما سيأتي. في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير. في الإعراب يعني في وجه من أوجه الإعراب، إما الرفع وإما النصب وإما الخفض. كذاك يعني مثل ذاك في التعريف والتنكير، يعني في واحد من التعريف والتنكير. في الإعراب هذه ثلاثة، في التعريف والتنكير هذه صارت خمسة. ولذلك قلنا ماذا؟ في اثنين من خمسة، في اثنين من واحد من الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، كذلك في اثنين من خمسة. هذا مطلقا سواء كان النعت حقيقيا أو كان النعت سببيا. ما الفرق بينهما؟ بالمثال، بالمثال. إذا قلنا بأن المشتق هو اسم فاعل اسم مفعول، هذا المشتق يعمل إما أن يعمل في ضمير يعود إلى المنعوت، وإما أن يعمل في اسم ظاهر. إذا قلت زيد مثلا، جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل، جاء فعل ماضي، زيد هذا فاعل، العاقل نعت له، طبقت الحد انتهينا منه العاقل. حينئذ العاقل هو، العاقل هو ضمير مستتر يعود إلى زيد، هذا يرفع فاعل. ولذلك من تمام الإعراب يعني إذا أردنا التفصيل باب التعليم نقول العاقل نعت وهو عامل فيما بعده، والعامل هو المعمول هنا ضمير مستتر يعود إلى زيد. حينئذ هذا يسمى نعتا حقيقيا إذا رفع النعت ضميرا مستترا يعني ليس اسما ظاهرا، يسمى نعتا حقيقيا. حينئذ جاء زيد العاقل، طبق ما ذكره المصنف، يتبع النعت للمنعوت في الإعراب يعني في واحد من الإعراب. حينئذ زيد مرفوع، إذن العاقل مرفوع. رأيت زيدا العاقلة، هذا منصوب، هذا منصوب. مررت بزيد العاقل، هذا مجرور، هذا مجرور. وحتى لا ننسى العامل في النعت هو العامل في المنعوت. جاء زيد العاقل، ما الذي أحدث ضمة العاقل؟ جاء نفسه، لأنه هو العامل في المنعوت، هو العامل في النعت. إذن اتفق في ماذا؟ في واحد من أوجه الإعراب. كذلك في التعريف والتنكير، جاء زيد العاقل، زيد هذا معرفة علم، العاقل بعل معرفة. كذلك جاء رجل عاقل، جاء رجل عاقل تحذف عل، لا يصح أن يقول جاء رجل العاقل. لماذا؟ لأننا قررنا الآن يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت معرفة وجب أن يكون النعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة وجب أن يكون النعت نكرة. أما أن يختلفا هذا لا يصح، لا يصح. إذن جاء رجل عاقل، جاء الرجل العاقل، جاء زيد العاقل، رأيت زيدا العاقل، مررت بزيد العاقل. إذن هذا في النعت الحقيقي. ما ضابطه؟ أن يرفع ضميرا مستترا. طيب النعت السببي يقابله أن يرفع اسما ظاهرا، أن يرفع النعت اسما ظاهرا. جاء زيد القائم أبوه، جاء زيد القائم أبوه، جاء فعل ماضي، زيد فاعله، القائم نعت زيد كسابقه. ما الجديد؟ كلمة أبوه. القائم اسم فاعل وحل بأل، دخلت عليه ألف، حينئذ يعمل مطلقا، وكذلك هو معتمد على ما قبله. أبوه هنا اسم مرفوع بالواو، ما الذي رفع هذا الاسم؟ نقول النعت. إذن النعت هنا ماذا صنع؟ عمل فيما بعده. هل عمل فيما بعده بكونه ضميرا مستترا؟ لا، وإنما رفع اسما ظاهرا، رفع اسما. هذا يسمى ماذا؟ يسمى سببيا، يسمى سببيا. الأحكام الخمسة، الاثنين من خمسة هذه كذلك منطبقة على السببي. لابد أن يتبع ما قبله في الإعراب، واحد من الإعراب، إما الرفع وإما النصب وإما الخفض كسابقه. جاء زيد القائم أبوه، رأيت زيدا القائم
أباه من أين هذه؟ أبوه هو فاعل. رأيت زيدا القائمة أبوه القائمة هو الذي يتبع ما قبله. مررت بزيد القائم أبوه أبوه كما هو. إذن القائم يتبع ما قبله بماذا؟ في واحد من إعرابه، ومع كونه نعتا سببيا. إذن لا فرق، انتبه، لا فرق، القاعدة لا فرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي في أنه يتبع منعوته في اثنين من خمسة. ما هي هذه الخمسة؟ الرفع، النصب، الخفض، التعريف، التنكير. بقي ماذا من العشرة؟ بقي خمسة أخرى، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. النعت الحقيقي والسببي يفترقان هنا في هذه الخمسة، وهي أن النعت الحقيقي له اثنين من خمسة كذلك، إذن النتيجة له أربعة من عشرة. حينئذ له واحد من الإفراد أو التثنية أو الجمع، وله واحد من التذكير والتأنيث، بمعنى أنه يتبع ما قبلهم. فتقول جاء زيد العاقل، ها ثني، جاء الزيدان العاقلان، جاء الزيدون العاقلون تبعه، جاءت فاطمة العاقلة، جاءت الفاطمتان العاقلتان، جاءت الفاطمات العاقلات، إذن تبعه لا إشكال فيه. بقي ماذا؟ السببي. السببي من الإفراد والتثنية والجمع ليس له إلا واحد، وهو الإفراد فقط، يلتزم الإفراد، ولو ثني أو جمع المنعوت لا علاقة له به، لا علاقة له به. ثانيا التذكير والتأنيث باعتبار ما بعده، لا باعتبار المنعوت، لا باعتبار المنعوت. إذن السببي باعتبار الإفراد والتثنية والجمع، وباعتبار التذكير والتأنيث، لا يتبع المنعوت، لا يتبع المنعوت، وإنما له حالة واحدة من الإفراد وهو يلتزمها، وأما التذكير والتأنيث فهو باعتبار ما بعده. لماذا حالة واحدة من الإفراد؟ لأنه في مقام الفعل، في مقام الفعل، والفعل مفرد. أنت تقول ماذا؟ القائم أبوه، القائم أبوه، هذا مثل ما لو قلت قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون. اختلف الفاعل؟ الفاعل اختلف أم لا؟ الفاعل، الفاعل هل اختلف أم لا؟ أنتم تعبتوا. جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيدون، ها الفاعل هل اختلف أم لا؟ اختلف إفرادا وتثنية وجمعا. الفعل ما حاله مع تغير الفاعل؟ لزم حالة واحدة، لزم حالة واحدة. اسم الفاعل هنا المشتق الذي هو نعت يقوم مقام الفعل، حينئذ يلتزم ماذا؟ يلتزم الإفراد. قام زيد، ذكر الفعل كذلك، يعني جرد عن علامة التثنية، قامت هند، ها إذن أنث الفعل للفاعل. كذلك هنا باعتبار ما بعده يكون ماذا؟ تذكيرا وتأنيثا. فإذا كان الفاعل مذكرا حينئذ ذكر، قام أبوه. لو قال جاء زيد القائمة أمه، ها صحيح أم لا؟ جاء زيد القائمة أمه يتبع ما بعده. أولا القائمة مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد، انتهينا من هذا. القائمة، التذكير والتأنيث، جاء زيد المنعوت مذكر، القائمة نعته مؤنث باعتبار ماذا؟ باعتبار ما لو قال قامت أم زيد، أو قام أم زيد، قامت أم زيد، إذن القائمة أمه، فعين التأنيث يكون باعتبار ما بعده. إذن ها خلاصة عندكم أو عندي؟ إذن الأحوال العشرة، نقول الأحوال العشرة المذكورة للاسم، النعت الحقيقي يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، وهذه واضحة. النعت السببي ها يتبعه في اثنين من خمسة فقط، اثنين من خمسة، وأما الخمسة الأخرى الإفراد والتثنية والجمع يلزم واحد من الإفراد.
وباعتبار التذكير والتأنيث يكون باعتبار ما بعده. طيب، مررت برجل قائم، من يعرب؟ واحد، الذي يعرب واحد، يعني الذي يستمع واحد والمتكلم واحد. أنت ارفع صوتك. مررت برجل قائم، برجل قائم، برجل البحر فجر، لا برجل قائم. طيب هذا سهل، طبق الشروط. أولا، هل هو نعت حقيقي أم سببي؟ نعت إيش؟ متأكد؟ كيف عرفت؟ أي لم يرفع اسم الظاهرة، إنما رفع ضمير سترا. طيب، يحتاج إلى كم من كم؟ كم تعطيه؟ 4 من 10. ما شاء الله، هذا نعم نعم رجل قائم، نعم مفرد ومفرد، نعم نعم الإعراب. طيب تعال، طيب كل منهما نكر، أحسنت. طيب، مررت برجلين قائمين، برجلين قائمين، طبق الشروط. هي هذا اختبار مفاجئ. اترك مرارة، برجلين قائمين. اسم مجرور بالباء. اي قائمين. تعريف التنكير. طيب، مررت بامرأة قائم أبوها، مررت بامرأة قائم أبو، التطبيق مباشرة، نعم مررت بامرأة هي قائم، قائم أو قائمة، قائم قائم، نعم. طبق الشروط. 2 من 5، نعم. نعم. والتذكير والتأنيث، كيف التذكير؟ بامرأة قائم، ما طابقه؟ يتبع ما بعده، إذن لا يتبع المنعوت فيه بالتذكير واو التأنيث. قال هنا: كجاء زيد صاحب الأمير، كجاء زيد صاحب الأمير، جاء زيد فعل فاعل، صاحب الأمير، صاحب هذا نعت لزيد وهو مضاف، والأمير مضاف تبع منعوت في الرفع وهو واحد من 3، كذلك مرفوع ومرفوع. وفي التعريف: زيد علم، وصاحب الأمير معرف بماذا؟ بالإضافة، وهو واحد من 2. ماذا بقي؟ التذكير، هذا مذكر وهذا مذكر، هذا مفرد وهذا مفرد، إذن 4 من 10. النعت قال: قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. ثم لما ذكر النعت وما يتعلق به من التعريف والتذكير استطرد
الناظم كصاحب الأصلي، فذكر ما يتعلق بحد المعرفة والنكرة. قال: المعرفة والنكرة، يعني قسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين على الصحيح، لا واسطة بينهما. ليس عندنا اسم ليس منكر ولا معرف، قد قال به بعضهم لكنه ليس بصواب. المعرفة والنكرة، المعرفة والنكرة. قال هنا: واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير، ثم الاسم العلم، فذو الأداة، ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه إلى آخر ما ماذا. واعلم هديت الرشد، واعلم هذا فعل أمر، المراد به ماذا؟ ها، تنبيه على ما بعده، تنبيه على ما بعده، لأنه يؤتى بهذه الكلمة إشارة اهتمام بما بعده. هديت الرشد، هديت، قالوا هداه الله الطريق، وله وإليه الرشد ضد الغي، هذه الجملة معترضة دعائية وليست هي المقصودة. واعلم أن المعرفة، هذا المراد هنا، أن المعرفة خمسة أشياء، أن المعرفة هل هنا للجنس، ولذلك أخبر عنها بماذا؟ بخمسة. معرفة لو قيل أنها مفرد واحد حينئذ كيف يقال خمسة أشياء، إنما المراد أن جنس المعرفة، والجنس يستقبل واحد والاثنين وإلى آخره. أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، يعني في حكمي، عند هنا ليست ظرف مكان ولا زمان، ولا تصلح أن تفسر بواحد من هذين، وإنما نفسرها بماذا؟ بحكمي، في حكم أهل المعرفة، المراد بهم النحاة. المعرفة في اللغة مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، ومر معنا في باب أصول الفقه. والصلاحا ما وضع ليستعمل في معين، ما وضع ليستعمل في معين، هذا المعرفة الصلاح. ما يعني لفظ وضع؟ هذا اللفظ نائب الفاعل، ضمير مستتر يعود إلى ما، وضع لأي سبب؟ قال ليستعمل، اللام لام التعليم، والفعل هنا منصوب بأن مضمرة جوازا، في معين، في معين. اشترك المعرفة والنكرة في أن كل منهما موضوع ليستعمل، أو لا، النكرة موضوع، الوضع ما المراد بالوضع؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، يعني جعل اللفظ بإزاء معنى، متى ما أطلق انصرف هذا المعنى أو هذا اللفظ إلى ذاك المعنى، إذا قلت ما انصرف إلى الذي تعهده، إذن اسم له مسمى، إذا قلت سماء صرف إلى المسمى، إذا قلت أرض صرف إلى المسمى، إذن ما الذي وضع هذا اللفظ لهذا المسمى؟ على الخلاف الواضح، واللغة الرب لها قد وضع. إذن جعل اللفظ دليلا على المعنى هو الوضع. ليستعمل، الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، فيستعمله يعني ينطق به، يدخله في جملة، فيريد المعنى الذي وضع له بلسان العرب، بلسان العرب. إلى هنا اشترك النكرة والمعرفة، كل منهما موضوع، وكل منهما موضوع ليستعمل فيما وضع له بلسان العرب، لكن قوله في معين خرج به النكرة، لأنها تستعمل في فيما وضع له لكنه شائع من حيث الأفراد. جاءني رجل، ما تدري من هو الرجل، كذلك جاءني رجل لا تدري من هو الرجل. إذا ما وضع ليستعمل في معين، حينئذ عندنا وضع وعندنا استعمال، وبقي ماذا؟ الحمل. اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه، أيهما أسبق وأيهما وسط؟ الوضع أولا سابق، والحمل لاحق، والاستعمال متوسط، هكذا قال الفتوح في كوكب حمله، فالوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. أعرف المعارف لو ذو الجلالة بالإجماع، الله بالإجماع، ثم الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول بالترتيب، يعني الذي يقدم هو أعلى درجة، يعني أشد معرفية، ثم الضمير بعد لفظ الجلالة، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم ذو الأداة، ثم المضاف إلى واحد من هذه المعارف. بقي النكرة المقصودة فيها خلاف، فيها
بها خلاف. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمناد عينة، فذو إضافة بها تبين. هكذا قال ابن مالك. ها لا، ليس في الألفية كافية. نعم. فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمناد عينة، فذو إضافة بها تبين. الذي عنده الجرس للألفية مباشرة يحكم أنه ليس في الألفية قطعا، الوزن والنظم نفسه كلمات، هذا النمط الذي سار عليه في الكاف هي أوسع، ولذلك قال أنه اختصرها في الألفية. النكرة المقصودة هذا في باب المنادى، تعيين بالقبال والقصد. المراد هنا المناسبة بين ذكر هذه المعارف الستة أن الضمير لبيان ما الذي ينعت به وما الذي ينعت، يعني بعض المعارف ها تكون منعوتة وهي ينعت بها، وبعضها يفترقان، فالضمير لا ينعت ولا ينعت به، يعني لا يقع نعتا ولا منعوتا، لا يقع نعتا ولا منعوتا، هذا الضمير لأنه جامد. العلم ينعت ولا ينعت به، جاء زيد الفاضل، ها الفاضل نعت لزيد وعلم، لكن العكس هل يجوز؟ العكس هل يجوز أن نقول جاء زيد، جاء الفاضل زيد؟ لا يجوز، لا يجوز على أن يكون زيد نعت للفاضل، أما أنه عاطف بيان أو بدل لا إشكال فيه، عاطف بيان أو بدل لا إشكال فيه، وإنما الذي يمنع ماذا؟ أن يكون زيد نعتا. أي البقية ما عدا المنادى ينعت بها وتنعت، ينعت بها وتنعت. إذن التفصيل في ماذا؟ في الضمير وفي العلم فقط، وما عداه يصح أن يقع نعتا ومنعوتا، وأما العلم ينعت ولا ينعت به، هذا في أعلام كما ذكرنا فيما سبق المخلوقين. قال وهي الضمير ثم الاسم العلم، وهي الضمير هذا عند البصريين يسمى ضميرا، وعند الكوفيين يسمى كناية ومكنية، ولذلك بعض التفاسير قد يجري الناس في أحيان يقول إذا جاء الضمير كناية، يظن بعض الطلاب يأتي ياسر يقول استعارة ولا كناية ولا، يظن أنها ماذا مصطلح البيانيين، هذا بالجهل به معرفة ما عليه المصطلحات. حينئذ الضمير هذا لقب واصطلاح عند البصريين، كناية والمكنية عند الكوفيين، والضمير فعيل بمعنى اسم المفعول، بمعنى مضمر، وحقيقته ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، وفيه تفصيلات موجودة في المطولات. وهي الضمير، إذن الضمير هذا من المعارف، بل هو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، وينعت به وينعت، لا ينعت ولا ينعت به. ثم في الرتبة يأتي الاسم العلم، ثم العلم، ثم العلم، وهو ما دل على مسماه بلا قيد. ها اسم يعين مسمى مطلقا علمه. لا خلاص لا كنا جعفر تقف هنا. هكذا تعلم في إذا حفظت الأجرمية الألفية ايتي بالشاهد، هذا ينمي المعلومات عندك. يعني يقول اسم يعين مسمى مطلقا علمه، انتهى الأمر. علمه العلم اسم، اسم هذا خبر مقدم، علم مبتدا مؤخر، كجعفر وخرنقة هذا مثال، ولا نحتاج المثال، نحن نريد ماذا؟ التعريف فحسب. إذن الاسم العلم هو ما دل على مسماه بلا قيد، ما لفظ دل على مسماه بلا قيد، لأن المعارف قسمان، معارف كلها ستة السابقة كلها تشترك في ماذا؟ في الدلالة على المسمى، لأنه ما وضع ليستعمل في معين، ما وضع ليستعمل في معين، ما وضع ليستعمل في معين، نقول هذا ماذا؟ قدر مشترك. حينئذ وجه الدلالة نقول ما يدل على مسماه إما بقيد وإما بلا قيد، إما بقيد وإما بدون قيد. ما كان بقيد إما نكون بقيد لفظي أو بقيد حسي. ها مثلا إذا قلت هذا اسم الإشارة، اسم الإشارة هذا معرفة أو لا؟ معرفة، دل على مسمى لكنه بقيد حسي، بقيد حسي، ولذلك الإشارة ما وضع لمسمى وإشارة إليه لابد أن يشير، حينئذ دل على مسماه بماذا؟ بالإشارة. إذا لابد من القيد، لأنك لو قلت أكرمت هذا هكذا خاطبكم أكرمت هذا
هل تعين؟ ما تعين، مع كون هذا اسم إشارة وهو معرفة. إذا ما حصل به التعيين، لماذا؟ لفوات جزء ما وضع له اسم الإشارة، وهو الإشارة الحسية. إذن ما دل على مسماه بقيد إشارة حسية هو اسم الإشارة، ما دل على مسماه بقيد اللفظ وهو ما كان محلا بأل، الرجل، رجل، الرجل دل على مسماه بماذا؟ بقيد اللفظ. ذو، صاحب الأمير، دل على مسماه بقيد الإضافة، دل على مسماه بقيد الإضافة. القيد المعنوي الثالث، وهذا مختص بالضمير، لأنه ما دل على مسماه بماذا؟ بأنا متكلم، لأنه باعتبار إذا قال أنا اللفظ، إذا نطق به المتكلم حينئذ حضوره هو دل على أن هذا اللفظ له، حينئذ صار التعريف بماذا؟ باعتبار اللفظ والمتكلم نفسه. كذلك المخاطب، أنت عندما أخاطبك، أنت قمت ضربت أعرب إلى آخره، نقول هنا حصل التعريف باعتبار كونك مخاطب، فضم اللفظ إلى هذه القرينة المعنوية، وكذلك الشأن في الغائب. العالم عندنا هنا يدل على مسماه بلا قيد، خرج ماذا؟ سائر المعارف، لأنها تدل على مسماها بقيد، ثم هذا القيد إما معنوي وإما لفظي وإما حسي، فدخلت فيه سائر المعارف، فبقي معنا العلم، والعلم أصناف وأنواع موجودة في المطور. فذو الأداة، هذا لم يرتب على المعتاد، فذو الأداة يعني صاحب الأداة، وعبر بالأداة ليشمل القول بأن المعرف هو أل أو اللام على الخلاف، وإن شئت زدت أم الحميرية، يعني ما كان محلا بأل أو ما يقوم مقامها، فحينئذ يكون من المعارف، الرجل والصائم والقائم إلى آخره. ثم الاسم المبهم، الاسم المبهم عرفنا معنى الإبهام فيما مر، كل مبهم من الأسماء الإبهام قلنا هو الخفاء والاستتار، فإنها تحتاج إلى مفسر يفسر المراد ويعين المراد. والمراد هنا بالاسم المبهم يدخل تحته نوعان، أسماء الإشارة والموصولات، أسماء الإشارة والموصولات. واسم الإشارة هو ما وضع لمسمى وإشارة إليه، وضع لمسمى وإشارة إليه، يعني وضع ليدل على مسمى، وهذا المسمى معين أو لا؟ نقول معين. ما الذي عينه؟ الإشارة. أما اللفظ لا، ليس هذا وذاك إلى آخره بذاته، اللفظ وحده يكون معينا، لا، وإنما بالإشارة إليه. ولذلك قلت لك، قلت هذا صديقي، هذا طالب، هذا ممتاز الأخير، يقول إذا لم أشر حينئذ ما حصل التعيين ولا التعريف، كأنه قال ما دل على مسماه بقيد الإشارة إليه. والمشار إليه قد يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، وكل منها قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، والبسط في المطولات. والموصولات، الاسم الموصول، موصول هذا اسم مفعول من فصل أو وصل شيء بغير إذا أتمه، وهو ما افتقر إلى صلة وعاية، ما وهي معدودة، الذي واللذان والتي إلى آخره معدودة، حينئذ ما افتقر يعني احتاج إلى شيئين، الشيء الأول صلة، وهي الجملة التي تكون بعدها أو شبه الجملة، جاء الذي قام أبوه، جاء الذي وسكت، ها مبهم، إذا لم يحصل به تعيين، مع كوني في الأصل ماذا؟ مع كوني معرفة، الاسم الموصول معرفة وضع ليستعمل في معين، لكن ليس بذاته فحسب، لابد من قرينة، لابد من قيد آخر. حينئذ هنا جاء الذي ما حصلت الفائدة، قام أبوه حصل التعيين، قام أبوه، لابد من صلة التي هي الجملة، وعائد كما قلنا في الجملة التي تقع ماذا؟ خبرا عن المبتدا، لابد من ضمير يربط بين الجملتين. وما إلى أحد هذه الأربعة، الضمير والعلم وذو الأداة والاسم المبهم، جعلها أربعة وإن كان هي في المعنى خمسة. وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف، بمعنى ماذا؟ أنه يكون معرفة في الأصل هو نكرة، لكنه أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فاكتسب التعريف، غلام غلامك، ها غلام النكرة أضفته إلى الضمير صار غلامك، غلامك هذا نكرة أو معرفة؟ معرفة، لماذا؟ لأنه أضيف إلى الضمير فاكتسب التعريف، اكتسب غلام زيد أضيف إلى العلم، غلام هذا إلى اسم الإشارة، غلام الذي قام أبوه، غلام الرجل، فافهم المثال واتبعه، إنما النحو قياس
يتبع. فإذا حفظت مثالا واحدا تيسر لك النحو كله. ومن يشتكي من الإعراب هذا لخلل في طريقتك في التعلم. لو حفظت الأبيات الأولى فقط 30 بإعرابها على وجه التمام سهل عليك إعراب سائر المتن. أو لا، يعني كقضية عقلية، قضية عقلية، إنما النحو قياس يتبع. إذا حفظتها من الأول قال الفقير شرف العمريطي، أو قال محمد بن أبه هنا، قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كلما جاء فعل ماضي نفسه، فقط بدل من أن تقول قال قل ضرب، وبدل من تقول ضرب قل حمد، وهكذا. حين الإعراب هو الإعراب، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب، ظلنت، إذن تعرب مرة واحدة حينئذ الباقي يأتيك على نفس المنوال. فلو أتعب نفسه، لكنه لا يريد أن يتعب نفسه، لو أتعب نفسه ابتداء وحفظ 10 أبيات 30 بيتا بهذا الإعراب التفصيلي المطول، حينئذ يسر عليه سائر الإعراب. ولذلك يشتكون، ينتهي من الجرمية ثم يقول أنا ضعيف في الإعراب، بل ينتهي من الألفية يقول أنا ضعيف في الإعراب. النتيجة أنك ضعيف في النحو، لأنك إذا لم تعرب فلست نحويا. الذي يحفظ ليس الحفظ مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. إذا لم يكن النحو سليقة معك تتكلم وتعرب وتفهم كلام أهل العلم وتفهم القرآن والسنة، لا فائدة. ولو حفظت الكافي ولا الطر ولا كتاب سيبويه لا يغنيك أبدا، ولن تستفيد منه شيئا. وكذلك الشأن في أصول الفقه، تحفظ المراقي تحفظ الكوكب ليس الحفظ مقصودا لذاته، لابد من الممارسة، لابد أن تطبق، لابد أن تتعب. وأما علم بلا تعب هذا ينام، يعني كبل المخدة ويجلس تحت المكيف وينام، ويروح نفسه ويرى غيره، لأنه يتعبون المشايخ، أنتم لا تدرسون، أنتم تفصلون، أنتم إلى أوقفتم الدرس، تأخرنا، ومشاكل مع المشايخ. من أجل ماذا؟ من أجل أنه متأخر فيه في العلم. فافهم المثال، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، بخلاف الشاهد فهو جزئي يذكر لإثبات القاعدة. عندنا مثال وعندنا شاهد في النحو. المثال هذا ولو من رأسك لا يشترط فيه السماع، ها أنت تركب ظننت زيدا قائما لو لم ينقل عن العرب لا إشكال فيه، لأن المراد ماذا؟ تنزيل القاعدة تنزيل القاعدة على المثال فحسب، فيكون المثال مصطنع لا إشكال، لا يشترط فيه النقل. أما الشاهد هو جزئي يذكر لإثبات القاعدة، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مسموعا ومقولا عن العرب. ويتبعه نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عمنا الهمام. نحو أنا هذا ضمير، وهند مثال للعلم أو مؤنث، والغلام مثال لذي الأداة، وذاك اسم المبهم، وابن عمنا المضاف، ابن نكرة، عمنا عمي هذا الأصل أنه نكرة، اكتسب التعريب إضافته إلى نا ضمير، حينئذ أضيف عمنا هو معرفة. لماذا؟ نكرة أضيف إلى معرفة إلى الضمير، ثم ابن في الأصل أنه نكرة فأضيف إلى المعرفة. الهمام ملك العظيم الهمة. ثم لما انتهى مما يتعلق بالمعرفة شرع في بيان ما يتعلق به بالنكرة، قال وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تريد تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. وإن ترى اسما يعني ترى تعلم، رؤية بمعنى العلم وليس مراد الرؤية البصرية. وإن ترى اسما، إذن النكرة لا يكون إلا اسما، نكرة لا يكون إلا اسما، إلا اسما. إذن وإن ترى اسما شائعا في جنسه، أراد هنا أن يعرف النكرة باعتبار المعنى، وما سيذكره مهما تريد إلى آخره هذا أراد به من حيث العلامة، حيث العلامة هي أسهل، لكنه أراد أن يعني يحرك ذهن الطالب. ولذلك قال أهل العلم أن من المتون ما يقرأ لتشحيذ الأذهان، شحذ الأذهان، ومن ما يقرأ للتقعيد. هذا البيت أو هذا التعريف للشحذ الذهني فحسب، يعني وكان له حقيقة بالفعل، لكن الطالب المبتدئ قد لا يستطيع فهمه، لا يستطيع فهمه. وإن ترى اسما من حيث المعنى شائعا في جنسه، شائعا يعني انتشر وذاع وإن شئت تقول ماذا عام، شائعا في جنسه يعني في أفراد جنسه، في أفراد جنسه، لأن الجنس ليس فيه شيوع، الأفراد هي التي فيها شيوع.
وإن ترسما شائعا في جنسه ولم يعين، يعني لم يختص بذلك الاسم واحد من أفراد الجنس، أفراد الجنس دون الآخر، في نفسه هذا من باب التكميل. مراد هنا أن الجنس المعتبر في هذا الحد هو الجنس المنطقي، هو الجنس المنطقي، بمعنى أنه ما عرفه بعضهم ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، يعني في مدلوله لا يمنع تعقله، إذا تعقله واستحضره وتصوره في الذهن الناظر لا يمنع من الشركة فيه، لا يمنع من الشركة فيه، لأن اللفظ باعتبار التعقل وعدمه باعتبار الشيوع وعدمه إما أنه يختص وإما أنه لا يختص، كذلك يعني لو تعقل معنى زيد هل يقبل الشيوع؟ لا يقبل الشيوع، وإنما هو مختص به بشيء واحد. لو تعقل كلمة رجل هذا فيه شيوع في الذهن، لأن الرجل يطلق على ماذا؟ على كل بالغ من بني آدم، حينئذ زيد ولذلك صح الإخبار به عن أحاده، زيد رجل، عمرو رجل، خالد رجل، إذا ما اختص به واحد، إذا رجل نقول هذا نكرة. لماذا؟ لأننا لو استحضرنا معناه في الذهن لا يختص به واحد من أفراده، بل يستوي فيه جميع الأفراد. وكذلك الإنسان، الإنسان هو حيوان ناطق، حيوانية ناطقية هذه شيء واحد، حينئذ نقول تصوره في الذهن لا ينفرد بها زيد دون عمرو، بل يدخل فيها ما لا حصر من الأفراد. هذا يسمى ماذا؟ يسمى نكرة. وإن ترسما من حيث المعنى شائعا ذائعا منتشرا عاما في أفراد جنسه ولم يعين واحدا في نفسه في ذاته فهو المنكر. إذن النكرة هي المعنى الذهني المشترك بين الأفراد بدون قطع النظر عن وجود بعض أفراده الخارجية التي هي محل التعدد، يعني المعنى الذهني هذا لا ينقسم، هو شيء واحد، وإنما الذي يتعدد هو الأفراد فيه في الخارج، يسمى ماذا؟ يسمى نكرة. قال فهو المنكر، هذا وقع في جواب الشرط، وإن ترسم فهو المنكر، ومهما تريد تقريب حده، أراد أن يقرب، ومهما تريد، مهما اسم شرط، تريد هذا فعل الشرط، جوابه فكل ما أحسن، فكل فوقع في جوابي شرط هو مهما، ومهما تريد تقريب حده يعني رسمه، أن الحد سبق، وإنما أراد به ماذا هنا؟ الرسم الذي يقبل علامة، تقريب حد، تقريب هذا مفعول به لقوله تريد، وتقريب مضاف، حد مضاف إليه، تقريب حده لفهم المبتدي متعلق بتقريب، فهو مضاف، والمبتدي يعني في هذا الفن، وهو من أخذ في أوائل العلم يعني شرع فقط لم يأخذ شيء، هذا الأصل، فإن انتهى من متن حينئذ انتهى من هذه المرحلة، حينئذ ما هو التقريب؟ فكل ما لألف واللام يصلح، كل ما يصلح لغة لا عقلا لدخول أل فهو ماذا؟ فهو نكرة، كل ما يقبل أل فهو نكرة، نكرة قابل أل، حينئذ نقول إذا قبل اللفظ دخول أل حكمنا عليه بكونه نكرة، وهذا من باب التيسير فقط. فكل ما يعني فكل نكرة لألف واللام يصلح، يعني يصلح لألف واللام، شرب يصلح فعل مضارع مرفوع، يصلح هو يعود إلى ماذا؟ إلى ما، والجملة لا محل لها من إعراب، صلة الموصول. فكل ما يصلح لألف واللام يعني آل المعرفة، كالفرس والغلام لغة لا عقلا، يعني في فصيح الكلام، قلت لغة لا عقلا لأن العقل لا يمنع، الجاء الزيت إلى آخره لا يمنع العقل من دخول ال على الفعل والاسم وغيره، الهذا، ولذلك بعضهم يقول ما اسمه الماء، من الطلاب يقول الماء، يعني يدخل ال على ما، يقول هذا ممنوع من جهة العقل، الفرس هذا مثال لما لا يعقل، والغلام هذا مثال لما يعقل، والمراد بال هنا أن تكون مؤثرة للتعريف،
فإن لم تكن مؤثرة للتعريف حينئذ قد تدخل على العالم. ولذلك العباس هذا الزائدة دخلت على عباس، هل هو نكرة؟ الجواب لا. إذن ال هذه زائدة، وشرط وشرط ال هنا أن تكون مؤثرة للتعريف وإلا لا تكون كذلك. إذن ال من علامات النكرة. كذلك دخول رب، ها رب مرة معنا أنها لا تجر إلا بشروط، أن يكون مدخول ماذا؟ نكرة، ثم النكرة تكون موصوفة. ثالثا نصبها على التمييز والحال على مذهب البصريين، إذا جاءت هذا تقول هذا حال إذن هي نكرة، فمن علامات كونها نكرة نصبها على الحالية، ومن علامات كونها نكرة نصبها على التمييز. كذلك دخول من الاستغراقية ما جاءنا من بشير، قلنا مذهب البصريين هنا أنه لا يجوز دخول من الزائدة إلا بشرطين، في سياق النفي وأن يكون مدخولها نكرة. كذلك الرابع دخول لا النافية للجنس، يعني تختص بالنكرة، عمل إن نجعل للا في نكرة. إذن من علامات النكرة دخول أل، دخول لا النافية للجنس. كذلك تنوين التنكير، هذا ما يتعلق بالمعرفة والنكرة. واستطرد الناظم هنا كصاحب الأصل لأنه لابد من معرفة النوعين، لأنه يشترط فيه يشترط في النعت أن يكون مطابقا لما قبله تعريفا وتنكيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الإخوة أرسلوا يعني وأبدوا في رسائلهم محبتهم لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. أحد الإخوة يسلم ويقول بالله عليك أخبر فضيلة الشيخ أحمد الحازمي أننا نحبه في الله عز وجل ولا نبغي به بدلا، كم أدخل على قلوبنا السرور بوجوده بيننا فجزاه الله خيرا. جزاكم الله خير وحبكم الله الذي أحببتوني. الرسائل في هذا المعنى كثيرة، الرسائل في هذا المعنى كثيرة، وأيضا في كلمة شكر وتقدير لإدارة المسجد حق شعبان. يلا ابسط حق شعبان. أحد الإخوة أيضا يقول نرجو من فضيلتكم أن تقيم بمصر عدة أشهر، لا إله إلا تعقد لنا فيها دورات علمية مكثفة في شتى فنون العلم، فنحن في أشد الحاجة إلى ذلك. ويعني يدعو دعوة خاصة إلى يعني مدينة أخرى غير مدينة بنها، ولكن هذا بعيد جدا. الآن في احتكار ترى من الله. وكالة حصرية. طيب معنا بعض الأسئلة فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك. ده سؤال بقى ما أدري يعني حضرتك ما أعرف أنا. ماشي، جزاك الله خير. هذا يقول من تنصحنا بمن نطلب عنده العلم في مصر؟ أنا لست من أهل مصر. تسأل أهل البلد، هذا من غرائب بعض الطلاب سبحان الله. يعني أنا قادم من السعودية تحشرني في مسائل، يعني خذ الشرح وامشي. ما هي الكتب التي يتدرب طالب العلم من خلالها على تنمية الملكة في النحو والصرف والبيان؟ هو التطبيق كما قلنا فيما سبق، إن كان النحو فالمثل الذي تحفظه حاول أن تمارس، وإن جئت إلى الصرف والبيان أرى الطالب أنه يقرر له حد معين من القرآن جزء أو جزئين ثم يأخذه كلمة كلمة. ولذلك لو ويستعين بعدة تفسير، أمر سهل، تفسير تفسيرين ثلاثة، ليس المقصود هو أن يدرس التفسير فحسب، إنما يريد أن يطبق هذه القواعد، لأن علوم الآلة إذا لم تطبق لا تتعب نفسك، هي متعبة يعني من حيث الفهم والتصور والحفظ. أصول الفقه ليس بالسهل، النحو ليس بالسهل، كذلك الصرف ليس بالسهل. إذا كنت تأخذها كذا اعتباطا ثم لا تمارسه وإنما ممارسة ضعيفة، هذا لا يستفيد منه طالب العلم. ولكن تدرس هذه الفنون، تأخذ ألفية في النحو وألفية في الصرف وألفية في البيان وألفية في أصول الفقه، ثم تعتكف على سورة البقرة والفاتحة وتطبق ما يفتح الله به عليك. وهذه طريقة مجربة، من استطاع أن يبدأ بها بعد الدراسة يعني حينئذ سيجد شيئا لا نظير له. بارك الله فيك شيخنا الكريم. تفسير مفتوح،
لا لا يختار بعض الكتب التي تعتني بالإعراب وبعض لأنها ليست على طريقة واحدة. ها؟ مثل لا حاشية الجمل طيب على الجلالين، النسفي في نفسه كذلك، أبو السعود الشوكاني طيب، هذا الشيخ الأمين يتعرض لكثير مسائل أصولية ويستطرد فيها، لكن كما ذكرنا الأصل أنه يأخذ الأمين الشنقيطي نعم، وكذلك شيخنا الشيخ الهرري نظر في سورة البقرة فحسب، وهذا موجود حتى عند بعض الجهات في باكستان وكذا، بعض الأقوياء في هذه العلوم، وجدت أن مشايخهم ونقلا عن مشايخهم يعني سلسلة أنهم في التفسير يعتكفون على البقرة وآل عمران فحسب، إما أن يأخذ كتاب فيقرأ ويدرس ثم الطالب يحضر ويجمع عليه كذا، وإما هو أنه يأخذ آية ويبحث عدة تفاسير، يعني لو وقفت على جزئين ثلاثة بالصورة التي ذكرته لك حينئذ لا تحتاج أنك تسأل كيف نطبق إلى آخره، تتعب نفسك وتتعب غيرك. نعم. بعض الإخوة أيضا يعني يرجو عمل دورة في علم الصرف إتماما يعني للفائدة وبقية علوم اللغة، وأخ يسأل يقول ما صحة هذا العنوان مناسبة الأسماء والصفات في أواخر الآيات لموضوع الآية، يعني هل هذا العنوان لبعض موجود، هذا مطروح له مناسبة، ذكر ابن القيم في البدائع وفي غيرها من لو ما أخذ حتى في أيضا كذلك الداء والدواء، نعم ذكر هذه المسألة صحيح هذا، وفي رسالة جامعية نحوها يعني. نعم جزاك الله. بعض الناس قالوا لو أن الخبر جمع غير عاقل يجوز أن يكون المبتدأ مفرد، ما فهمت السؤال، هو يسأل عن التطابق بين المبتدأ والخبر، هل في كل الأحوال لابد من التطابق بين المبتدأ والخبر؟ نعم هذا الأصل. نعم. هذا الأصل. لكن إذا كان المبتدأ في معنى في اللفظ مفرد ومعناه جمع هذا واضح، التطابق حصل من جهة المعنى، حصل من جهة المعنى. يقول لماذا لا يجوز أن يكون الخبر عاملا في المبتدأ؟ الخبر عاملا في المبتدأ، لا العامل يعمل فيما بعده ولا يعمل فيما قبله. هناك رسالة للجرجاني في العوامل المئة، هذه ينبغي العناية بها، حفظها شرح الأزهري فقط هذا الذي أعرفه. فاكهي على النظم ولا النثر؟ مطبوع؟ ما رأى الحلبي؟ طيب طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونعتذر الإخوة على الأسئلة المجاب عنها، وليس هذا إهمالا لها ولكن حفاظا على وقت الشيخ أيضا، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. الدورة إن شاء الله مستمرة الخميس والجمعة والسبت، دورة مستمرة إن شاء الله الخميس والجمعة والسبت بإذن الله تعالى.